مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، ولقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. وعندنا النهارده اكتر من حوار واكتر من فقره مع مجموعه من التقارير المصوره ومتابعتنا مع مراسلينا لاستعدادات منتخبنا الوطني لمباراه العوده في مشوار وفي تصفيات كاس الامم الافريقيه في سوازيلاند او سواتين، الاسم طبعا الجديد اللي تم اختياره لهذا البلد. وايضا عندنا استعدادات فريقنا لمباراه العوده في الجزائر امام وفاق سطيف المحدد لها يوم 23 من الشهر الجاري بعد الفوز في مباراه الذهاب. المباراه الاولى كانت انتهت بفوز الاهلي بهدفين نظيفين. هنتكلم عن فرص النادي الاهلي ان شاء الله في حسم اللقاء القادم والتاهل للنهائي، وامل طبعا كل جماهير النادي الاهلي واعتقد كل جماهير الكره المصريه، الاهلي بيمثل الكره المصريه مش بس جمهور النادي الاهلي في هذا اللقاء المهم، انه يتاهل للنهائي ويفوز بالبطوله من أجل العودة للمشاركة مرة تانية وتمثيل الكرة المصرية عالميا من خلال كأس العالم للأندية. فقرتنا الأولى النهاردة هتكون مع نجمنا الكبير قبل ما ننتقل طبعا الفقرة التانية مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعته للرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم. هنبدأ النهاردة هذا الحوار وهذه الحلقة مع نجم منتخب مصر سابقا والنادي الأهلي سابقا الكابتن ياسر ريان. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا محمد، سعداء بوجودك معنا النهاردة. وأنا سعيد بوجودك والله كابتن ياسر. عندنا حاجات كتير قوي هنبدا نتكلم عنها، اول حاجه هنتكلم عنها طبعا الاقرب هو مباراه المنتخب غدا ان شاء الله. شايف ازاي مستوى منتخب مصر في المباراه اللي فاتت بصرف النظر عن مستوى المنافس وفرص المنتخب الوطني في مشواره في تصفيات كاس الامم؟ هو ما فيش شك طبعا، انت عارف المباراه او مباراه المنتخب الفتره اللي فاتت مع النيجر والمباراه الاخيره بعتبرها مش من الماتشات اللي انت تاخد مقياس منتخب مصر عليها، مش تقليلا في الفرق اللي موجوده، بس ده المستوى اللي قدامك مستوى ضعيف جدا. لا يعني انت ما تقدرش تقارنه مثلا بما تيجي تلعب تونس، ومع ذلك احنا برضو نتائجنا كويسه قوي جدا. طبعا احنا ما فيش شك، احنا مش بنتكلم على نتائج، لو من ناحيه النتائج طبعا ما فيش شك نتائج كويسه والنتائج مرضيه والنتائج ممكن اكيد هتاهلنا طبعا لكاس الامم الافريقيه، لكن في الاول وفي الاخر التركيبه نفسها اللي موجوده في منتخب مصر انا مش عايز احكم عليها بالشكل الموجود ده. انا احكم عليها في ماتش زي تونس، احكم عليها في ماتشات وديه تقيله. ليه ما بتحبش تحكم على المنتخب في ماتشات امام منافس اقل كتير في المستوى؟ علشان انت برضو ما بتيجي تحكم على لعيبه منتخب مصر مش اللي موجودين، هم الخبره الدوليه عندهم يعني مش كبيره قوي. هو طبعا الخواجه ما عايز يعمل توليفه جديده، اللي عما انا سمعت او اللي انا درت بيه اللي هو عايز ياخد مجموعه تكون اقل من 30 سنه، وبس انا مش مع الجزئيه دي بالذات. انا يهمني اللعيب ايا كان سنه ايه، يعني عندي واحد زي وليد سليمان صعب يبقى مش موجود في المنتخب، عندي اسلام محارب صعب يبقى مش موجود، عند احمد فتحي، مش بتكلم عشان احنا النادي الاهلي او بنكلم، لا بكلمك بامانه بصفه عامه على اللعيبه اللي موجود في احمد جمعه في المصري برضو بشكل كويس، في حسام حسن في سموحه، في لعيبه كتير قوي موجوده على الساحه كنت اقدر اعمل توليفه. وليد سليمان بما انك كان اول اسم اشرت اليه من النجوم اللي موجودين واللي يستحقوا ان يكون لهم دور كبير مع المنتخب، ايه تفسيرك يا كابتن ياسر لعدم الاستعانه بوليد سليمان طوال الفتره اللي فاتت؟ وليد بقاله موسمين او اكتر الناس بتقول انه كي بلاير، انه لاعب بيكون مفتاح الفوز لما بينزل في اي وقت في المباراه. ده حقيقي، انا السر ده او علامه الاستفهام ده يعني اعتقد المفروض كان حد من او الناس من الجهاز الفني لمنتخب مصر يطلع يرد ويقول اسباب اللي انا ما اخدش لعيب زي وليد سليمان. لعيب مميز جدا الفتره الاخيره وبقاله مش موسم واحد على فكره، بقاله مواسم على فكره، مش هقول لك موسم واثنين، بس السؤال ده المفروض واحد زي كابتن هاني رمزي المفروض من ضمن افراد الجهاز الفني يطلع يتكلم، هم يقولوا وجهه نظرهم ايا كانت ايه السبب، لكن ما اعتقدش اللي في سبب بالشكل ده اللي لعيبه من وخاصه قوام من منتخب مصر هو قوام النادي الاهلي، يعني بيقوم النادي الاهلي وعشان كده. والنادي الاهلي ما شاء الله انت بتتكلم النادي الاهلي دخل في بطوله عربيه بطوله افريقيه ودوري وكاس، فاللعيبه مستواها ثابت وخاصه لعيبه متواجده على طول زي احمد فتحي زي اسلام زي في كتير، انا مش عايز اقول لك بس انا بديك اللي هم عاملين طفره او لهم ميزه في النادي الاهلي. لكن اول اسم بتفكر فيه لما تفكر في لاعب مش موجود في المنتخب يستحق انه يكون من نجوم المنتخب هو وليد سليمان؟ اكيد، مش انا بس على فكره، مش راي كتير جدا، سواء جمهور او اعلام او كله او استوديوهات تحليليه كله يقول لك ازاي وليد ما بقاش موجود في المنتخب. بس برضو انا اقول لوليد سليمان خليك ماشي على اللي انت برضو في يعني اي طبعا شرف كبير ليك اللي انت تلعب مع منتخب مصر، بس برضو خليك ماشي برضو على الخطوات اللي انت ماشي عليها، تركيزك في التمرين، ثباتك في الماتشات الرسميه، ثبات المستوى ده ضروري جدا، يعني خليك شوف انت الفتره الاخيره انت ماشي ازاي. سواء بقى طبعا مش هنصح وليد طبعا ده لعيب كبير، بس برضو كل حاجه انت بتعملها كويسه بره الملعب خليك عليه.
طيب هنكمل كلامنا لكن عن طبعا اللاعبين اللي يستحقوا الانضمام للمنتخب او فكره تجديد دماء المنتخب والاستعانه بمتوسط اعمار اقل مع الحفاظ على او الاستفاده بالخبرات اللي هي ممكن تكون فوق ال 30 بس مميزه جدا. خلينا نتكلم شويه عن شغل الجهاز الفني، شايف ازاي شغل الجهاز الجديد بقياده مستر اجيري من وقت ما تسلم المهمه؟ بص ما هو انا قلت لك يعني هي برضه هو كمدير فني، انا كلاعب بكلمك انا كمكاس كمدير فني ما اقدرش احكم عليه. ليه؟ المنتخبات اللي انا المنتخبات اللي هو لعب قصادها مش تقليلا فيهم، بس هي منتخبات ضعيفه. ما اقدرش احكم على مدير فني في ماتشين، طبعا ماتشين مش اقل من المستوى كمان، يعني يمكن في ماتشات في الدوري هنا عندنا بتبقى اقوى منهم. انا مش برضه بتكلم على لا، ممكن يكون هو عنده فكر معين او بيطبق حاجه معينه، انا مش ممانع على فكره، وممكن يكون الراجل فكره عالي، لكن ما اقدرش كمان احكم على اللعيب. تقول لي اخبار اللعيبه اللي موجوده في الماتشات اللي فاتت النيجر والماتش اللي فات بس ايه؟ دلوقتي بعض الناس اللي بتتابعك يا كابتن ياسر ممكن يقولوا لك انه حتى مع مباراه زي النيجر او منتخب سوازيلاند او سواتين ومستواهم اقل كتير وفوارق كبيره لصالح منتخب مصر، الا انه ممكن يبان طريقه لعب وبصمه المدير الفني انها مختلفه. انا معاك ان طريقه اجيري غير شخصيه كوبر كمدير فني، طريقه هجوميه اكتر، معدل احراز الاهداف، ولا ايه رايك؟ بالظبط، يعني انت بتتكلم في النقطه الاساسيه، عشان احنا تعودنا مع مستر كوبر كلها كانت اسلوب دفاعي وبنلعب على الهجمه المرتده ومش مستمتعين احنا كجمهور بشكل عام بالكره بتاعتنا، حتى سواء في التصفيات كاس العالم او في كاس العالم مش مستمتعين، هنتنقط يعني بكتير، يعني انت مش مبسوط. هو ليه هدف معين، دي طريقه من الطرق اللي بيلعب مستر اجير، بيلعب بطريقه هجوميه، يعني انا شايف اللي هو بيلعب بطريقه هجوميه وطريقه ممكن تتناسب معانا، بس برضو انت بتعتمد على مجموعه من اللعيبه من النواحي الفرديه، يعني انت بتعتمد برضو على محمد صلاح، ولو هو موجود بحالته بتعتمد عليه بشكل فردي. يعني في ناس بدات تبقى في حاله تفاؤل مبدئيا رغم ضعف المنافسين، لكن شافوا 6 جوان و4 جوان اداء هجومي اكتر، طريقه هجوميه فيها استعانه بكل القدرات الهجوميه لمنتخب مصر وافضل العناصر. في ناس بدات تقول لا، البصمات مختلفه او شكل المنتخب وشخصيه المدير الفني مش متفق معاك. لا مش انا برضو انا عشان لعب كره وبحس بال وافتكر ده وانت اكيد الحلقه هتبقى تتسجل، يعني انا مش مطمن خالص. ليه مش لا مش تقليلا برضو في اللعيبه اللي موجوده، التوليفه نفسها اللي موجوده في منتخب مصر مع الوقت ومع الماتشات الثقيله، لا الوضع هيبقى صعب جدا، وفي ناس كتير هتتفق معاه وخاصه لعيبه زمايلي وفي المجال بالذات، الوضع هيبقى صعب جدا. انت عايز كنت تجرب، لا العب بقى ماتشات دوليه وديه قويه، عشان لو انت عايز تحكم على مدير فني او لعيبه موجوده دوليه، لكن انا هحكم على نيجر وسويسلاند، فرق منتخبات مش تقلينا برضو مش هنتكلم عليهم، لكن انا مش هلعب امتى بقى احكم اما اجي العب تونس اشوف بقى فعلا الطريقه الهجوميه بتاعته ولا لا، هو بيحب الدفاع ولا لا، انا مضطر اللي من العناصر اللي موجوده معايا هي مضطر. انت ممكن تلعب بطريقه هجوميه، بس اللي موجود القماشه اللي معاك ما تقدرش تلعب بالطريقه الهجوميه، فانت كل ده كلها علامات. انا بقول ماشي هي خطوات كويسه، مش معنى كده بقلل او بحبط في فينا كمان، لا خطوه كويسه وخطوه الثانيه كويس، لكن انا هاجي على منتخبات لها باع قوي بقى في بطوله افريقيا ولها احتكاك قوي دولي، لا ابدا في الاخر انا اقول لا المنتخب بتاعنا، يعني انا مش هقدر اتكلم غير بعد مباراه تونس. طيب هنرجع نكمل كلامنا معاك كابتن ياسر، بس هنسمع كمان اخر اخبار منتخبنا الوطني واستعداداته في سواتيني مع زميلنا او من خلال هذه المداخله مع زميلنا الناقد الرياضي الاستاذ عاطف شادي. استاذ عاطف مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذ محمد ومنورين على الكابتن ياسر ريان ومنورين الاستوديو وبس على كل مشاهدينك. سعداء بمشاركتك معنا، ايه اخر اخبار المنتخب واستعداداته ومدى جاهزيته لمباراه الغد ان شاء الله؟ الحمد لله الامور هنا مطمئنه جدا، المنتخب جاهز باذن الله. عايز يعني اقول لك من البدايه هي كلها كانت رحله يعني عباره عن يومين منتخب مصر، امبارح الوصول الساعه 10 مساء بعد رحله مجهده جدا برغم توفير شركه برزنتيشن وطبعا اداره اتحاد الكوره لرحله طيران، يعني رحله طيران استغرقت حوالي 10 ساعات بس رحمت الفريق من حوالي من رحله ثانيه كانت ممكن تستغرق حوالي اكثر من 18 الى 20 ساعه، وبالتالي نجحت الحمد لله لحد ما الامور كانت مريحه. النهارده الفريق اتمرن تمرينه وحيده كانت الساعه 3 عصرا على استاد على استاد المباراه، هو نفس الميعاد باذن الله نفس الميعاد بكره الساعه 3 عصرا هو اقامه المباراه. الفريق جاهز. في اي عقبات مواجهاكوا استاذ عاطف؟ هل في اي عقبات؟ ملعب التدريبات جيد، مكان الاقامه جيد، ولا في اي مشكلات مواجهه المنتخب؟ لا الامور مريحه جدا هنا، الفندق الاقامه تقريبا ما فيهوش حد غير منتخب مصر، هو عباره عن مجموعه فيلل متجاوره بيكون فيها لعيبه المنتخب
بمفردهم، مفيش معاهم حتى نزلاء. بس العقبه الوحيده ان الفندق بعيد عن ملعب المباراه حوالي اكثر من 40 دقيقه، العقبه الوحيده. ولكن المنتخب الجهاز اداره المنتخب فضلت ان هي تقيم الفريق يقيم في ارقى منطقه هنا في العاصمه، فطبعا لازم كان يبعد عن، لان الملعب داخل المدينه، وبالتالي تم اختيار مكان. لكن هنا بس الجو كمان متقلب يا استاذ محمد، الجو مفهوم. في بعض التقلبات الصبح بتلاقي الجو حر شويه، بتقل درجه الحراره، بتنزل مع بعض الرياح وفي بعض الامطار. ولكن بكره المباراه هتقام باجواء جيده، درجه الحراره هتوصل حوالي 29 وفقا للاعصار الجويه، فبالتالي درجه الحراره طبيعيه جدا. الملعب كمان اللي هيقام عليه المباراه هو ملعب صغير جدا، يعني درجه عدد الكراسي فيه حوالي 7300 مشجع فقط. اعتقد بكره هيبقى مليان عن اخره لدعم فريق سوازيلاند. حاجه ثانيه كمان عايزين نعرفها منك يا استاذ عاطف، استعدادات المنتخب هي امام فريق اقل بالحسابات وبالتاريخ والخبرات وخبرات اللاعبين في الفريقين، لكن غياب كمان بعض العناصر المؤثره زي نجمنا محمد صلاح عن المباراه، هل مسببه اي نوع من القلق او صداع بالنسبه للجهاز الفني والمدير الفني، ولا هو مطمئن ان البدائل المتاحه طبعا توفر له او ممكن توفر له المستوى اللي هو عايزه في المباراه دي؟ بص، خلينا معترفين ان محمد صلاح وجوده مع المنتخب مهم جدا، وهو اسم براند كمان بالنسبه لمنتخب مصر، حتى وجوده بالنسبه لتحرك المنتخب واي شغل اعلامي بيكون محمد صلاح فارق كبير، لانه محمد صلاح برغبيته افضل ثالث افضل لاعب على مستوى العالم وثالث افضل لاعب في اوروبا، فبالتالي بيدي براند جامد للمنتخب مصر. لكن على المستوى الفني اعتقد ان احنا الناس هتفاجئ بكره في تشكيل، يعني وفقا للي احنا شفناه النهارده في تدريب المنتخب الاخير، الناس ممكن بكره تفاجئ بتشكيله مش متوقعه نهائيا. اعتقد مستر اجيري عايز يدي فرصه للاعيبه اللي ما بتلعبش بشكل منتظم مع المنتخب في المباراه في المباريات اللي فاتت تلعب النهارده، خاصه ان المنتخب الى حد كبير بيلعب مع منتخب ضعيف. لو انت كسبت اي باي نتيجه ان شاء الله انت تاهلت بشكل رسمي للحياه، يعني بتاكد ان بكره ان شاء الله هيبقى في تغييرات بنسبه كبيره في تشكيل المنتخب. اللي انا شفته النهارده في التشكيله الاساسيه في تنظيم منتخب مصر ده، يعني بيعتمد على حاجتين. كان مستر اجيري ما كان بيناور بس الناس اللي كانت موجوده، وكان خاصه ان هو كمان كان مصر جدا ان هو يستبعد كافه الكاميرات والجهاز الاداري بذات نفسه، يعني الكابتن محمد صلاح المدير الاداري، كل افراد الجهاز، البعثه، الاستاذ اسامه اسماعيل، كلهم كانوا بيتمموا على ان ما يبقاش في اي كاميرا موجوده ومسلطه على تدريب المنتخب. وبرغم كده فوجئنا بتشكيل مختلف تماما ما حدش يتوقعه. هل دي مناوره من اجيري او هل دي ده التشكيل اللي مستر اجيري هيلعب فيه؟ اعتقد هو ده التشكيل بنسبه كبيره اللي ان شاء الله اللي ممكن اقول لك عليه هيبقى، واللي احنا شفناه في ارض الملعب. ومستر اجيري اصر اكثر من ساعه، من حوالي ساعه لثلث بيلعب بالتشكيل ده ومعتمد وبيصحح الاخطاء بالنسبه للاعبين. تشكيل بيضم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك في حراسه المرمى، امامه هيبقى باهر المحمدي وعلي جبر، على الجنب اليمين احمد المحمدي، وعلى الجنب الشمال محمد حمدي. في قلب الملعب في تركيبه كده جديده اول مره هتشوفها، هيبقى طارق حامد، محمد النني، سام مرسي، بالاضافه لمحمد صادق لاعب خط وسط النادي الاسماعيلي، عمرو ورده ومروان محسن. عمرو ورده ومروان محسن لو لعب بالتشكيل ده هيبقى تشكيل جديد خالص فعلا، جدا جدا. طبعا انت بتتكلم في حوالي 6 أسماء أو 7 أسماء ما همش قد كده، ومنهم عدد كبير جدا من الاسماء لسه هتلعب اول مبارياتها الدوليه زي محمد صادق، محمد حمدي، جنش اعتقد ما لعبش قبل كده ماتشات دوليه، فعدد كبير من اللعيبه هنشوفه لسه بكره ان شاء الله اول مره. اعتقد هو ده التشكيل بنسبه كبيره، وده اللي احنا شفناه، وده مستر اجيري كان مركز عليه. كان في دلوقتي اجتماع فني، منتخب مصر هيلعب بكره بالوانه الطبيعيه. كان حاضره الكابتن مجدي عبد الغني ممثلا عن اتحاد الكره المصري وهو رئيس البعثه. الفريق عنده محاضره بعد العشاء النهارده هيتم فيها اجزاء من فيديوهات من المباراه الاخيره. طبعا مستر اجيري هيركز كتير جدا على ان على اللعيبه، وان الاداء الشوط الثاني كان سيء الى حد اقل كتير من الشوط الاول، الاداء تراجع وكان في اخطاء طبعا في الشوط الثاني، وهو هيتكلم في النقطه دي. حتى كمان النهارده كان مستر اجيري عنده مؤتمر صحفي سريع كده قبل بدايه التمرين في ملعب المباراه، اتكلم فيه على ان منتخب مصر في مباراتين سجل 10 اهداف، وده اكبر معدل للتهديف بالنسبه لل لعيبه في التصفيات امم افريقيا 2019، وقال ان ده شيء جيد حتى برغم الضعف
الخصوم، ولكن ده شيء مريح جدا بالنسبه لنا ويعطينا افضليه ان احنا عندنا اغلب اللعيبه بتسجل واغلب المراكز بتسجل، فاحنا عندنا 10 اهداف لحد دلوقتي في مباراتين. نتمنى ان احنا نكمل على الوتيره دي في المباريات الجايه ان شاء الله. وحتى قال ان التسجيل واحراز الفرص كلها ما يبقاش دايما لازم الحظ مع الفريق، فاحنا هنحاول ان احنا نتاهل بكره بشكل رسمي بغض النظر بقى عن مباراتين تونس والنيجر باذن الله في شهرين نوفمبر ومارس، نقدر نبقى جاهزين قبل بدايه البطوله باذن الله اللي هتقام في شهر 6 باذن الله في الكاميرون ان شاء الله. يكونوا موفقين في مباراه الغد، وبشكرك جدا على المعلومات اللي امدتنا بيها وعلى متابعتك لاستعدادات المنتخب. الناقد الرياضي الاستاذ عاطف شادي من اسواتيني، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في الحوار. كابتن ياسر ريان نجمنا في هذا اللقاء ونجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني والكره المصريه السابق، عندنا حاجات كتير قوي عايز اسالك عنها في كلام استاذ عاطف. اولا شايف عندك ملاحظات على اللي قيل في المداخله دي بالنسبه لرؤيه مستر اجاري او الجهاز الفني انه يجري تغييرات كبيره جدا؟ انا خدته بس منه كده، في باهر زاهر وعلي جبر والمحمدي ومحمد حمدي وطارق حامد، صح؟ جنش حارس مرمى حسب اللي قيل ان ده لو ده التشكيل هيبدا المباراه. جنش، محمدي، باهر، علي جبر، محمد حمدي، طارق حامد، والنني، وسام مرسي، ومحمد صادق لاعب الاسماعيلي، وعمرو ورده في الهجوم مع مروان محسن. لو ده التشكيل رايك فيه ايه؟ لا ما هو انا قلت لك برضه ما فيش على فكره اختلاف كتير قوي، باستثناء يمكن محمد حمدي برضه اول محمد صادق ومحمد صابر، وهيبقى في تغيير ان علي غزال مش هيبدا بدا المباريات اللي فاتت. ما انا بقول لك يعني انا على فكره علي غزال انا اتفرجت عليه قبل كده، يعني انا تابعته قبل ما هو اعتقد كان في فتره برادلي تقريبا مش مستر كوبر كمان كان موجود، يعني برضه انا مش هتكلم على غزال او حد معين يعني، ومش هقدر احكم قلت لك على مستوى فني بالنسبه للاعيبه منتخب مصر. اي لعيب هيبدا والدليل اللي هو بيغير بلعيبه هو عارف المستوى اللي قدامه ضعيف، فهو مش قلقان كمدير فني. انا اللي بقول لك احساس انا كلاعب كوره، هو مش قلقان، هو يعني شايف الامور بالنسبه له مش صعبه قوي، يعني اعتقد يقول لك حتى لو انا طلعت المباراه كسبان 1-0 برضه نتيجه بالنسبه لي كويسه، لكن لو اذا حصلت النتيجه وصلت ان انا اكسب 1-0 او الامور بقى فيها صعوبه، اعرف اللي انا بقول لك عليه الامور هتبقى صعبه قدام عليك. ليه؟ ثبات تشكيل منتخب مصر انا ما بمناش اللي هو مره واحده، لكن انا اقوم جاي من كاس العالم ماشي مجموعه كبيره او منتخب مصر واقول لا انا بطلع، لا الامور مش كده، هو طبيعي جدا، والمفروض الكابتن هاني رمزي موجود معاه وهو كمان كراجل فني وعلى مستوى عالي، الحاجات ده ما ينفعش انا مره واحده اشيل مجموعه كبيره قوي في منتخب عايز مصر. عايز التجديد ده يحصل تدريجي تلقائي وياخد يبقى في وقت كمان عندي اللي انا اقدر اشيل واحط، لكن اشيل مره واحده كيان كامل او لاعيبه كامله كانت موجوده زي كان عبد الله السعيد، في كتير انا مش عايز انسى في لاعيبه معينه مش عايز بس احمد فتحي، وليد سليمان، في كتير كانت موجوده في منتخب مصر، ما ينفعش انا اقوم مره واحده كده، بالعكس انا ابقى عندي الاساس موجود، عندي يبقى التوليفه موجوده بين الخبرات وبين الشباب وبين اللعيبه اللي هي لسه كمان داخله تاخد الخبرات الدوليه. انت بتحكم على اللاعب الدولي ازاي؟ بتحكم على اللاعب الدولي يقول لك اصل ده مش لاعب دولي وده لاعب دولي والكلام اللي بيبقى كان لكن مش مطمئن يا كابتن ياسر للشكل التغيير الحاد اللي عامله الجهاز الفني ده حاليا؟ انا مش فارقه معايا، مش من الوجود، انا مش قلقان من الماتش ده، انا بقول لك والماتش ده هو بالنسبه له كمدير فريق مطمئنيه، انا كسبان فرقه هنا 4 واللي هي تجيب فيها جون على فكره هنا مش كويسه، فرقه مالهاش باخ خالص في افريقيا زي ما حضرتك فضلت واتكلمت، مالهاش باخ خالص افريقيا ولا على الساحه خالص، فاللي انا اكسبها 4 زي ما انا كسبت النيجر ده طبيعي جدا، اللي انا ادخل فيها جون في 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 في, في فرقه زي دي لا ده في مشكله عندي. والدليل انت الشوط الثاني في مباراه زي دي في سويسرلندا لا في الشوط الثاني ما قدمناش عشان كده بقول لك هل انت عشان كده بقول لك مش هقدر احكم، انا اقدر احكم هحكم كمان على ماتش بكره بره ملعبي، هشوف بقى المناخ وطبيعه الجو بالنسبه لي انا كلاعب، ما انا في لعيب ممكن يبقى في استلق في عندي في مصر هنا ليه مستوى يجي بره في ملعب في بره ملعبه مستوى ثاني خالص. طب هسالك بصراحه على اللاعب المصري استنادا لخبراتك، حضرتك كنت واحد من النجوم الكبار في فترتك في جيلك سواء مع منتخب مصر او النادي الاهلي، كنت من افضل اللاعبين في الفتره دي على الاطلاق يعني، وساهمت في تحقيق بطولات سواء مع منتخب مصر او النادي الاهلي. في حاجه بتقال عن اللاعب المصري انه دائما ابدا مهما كان مستواه عالي الا انه لا يتميز بثبات المستوى. بالظبط ده حقيقي، ده حقيقي طبعا، من في المباراه الواحده احيانا بتشوف اللاعب في الشوط انت ممكن الشوط الثاني حاجه ثانيه، انت ممكن تشوفه في ال 90 ده عندك تلاقيه عامل زي الاربع فصول في بجد هي طباع جوانا برضو يعني، ممكن تلاقيك انا بدات الجيم
ممكن يكون لسه قدامهم ربع ساعه ما في لعبة كده ربع ساعه ما يبدا يدخل في جو المباراه، وفي لعيب بعد كده بينهي الشوط الاولاني كويس جدا ويجي الشوط الثاني الكيرف بتاعه ينزل وبعد كده ده طبيعي. لكن المستوى اللي هو يبقى ثابت بقى لمده مثلا سنه كامله سنتين كاملين، لا بنقول مباراه حتى كامله، لا المباراه الواحده هتلاقي. يعني انا سمعت راي من الجماهير في الايام اللي فاتت، ناس كانت بتقول امتى اشوف منتخب مصر ولاعبينا زي منتخب المانيا لما كان متفوق على البرازيل بيكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه ومكمل بنفس الشراسه والقوه لحد ما كسب سبعه في مباراه كاس العالم. هل احنا طابع لاعبينا ممكن يوصل لده؟ طريقه ادائهم ثقافتهم؟ لا انا اعتقد اللي هي صعب، صعب قوي اللي انت بتتكلم فيه ده، اللي انا ابتدي المباراه وانهي المباراه بمستوى على وتيره واحده، على وتيره واحده دي صعبه، اعتقد هي صعبه وما حصلتش. اعتقد ممكن تحصل ملاعيب ومش هتحصل معاه طول ال 90 دقيقه برضه، لكن فرقه كامله توصل تبقى تفضل في التوب فورم كده طول الماتش؟ لا في يعني احنا مثلا ماتش اسطيف الجزائر لما احنا كسبنا 2-0 كان نفسي نكسب 3-4 عشان انا عارف ايه الاجواء هناك هتبقى صعبه شويه. 2-0 غير 3-0 فعشان كده انت لو احنا ضد باع عندنا ايه اللي بيغير بقى منحنى الاداء في الماتش الواحد يا كابتن ياسر؟ هل ان انتوا الحافز خلاص بيبدا يقل لان انا خلاص تقريبا المباراه بالنسبه لي اتحسمت 3-0 كسبان او 4-0 فبتبدا اوتوماتيك مستواك الفني والبدني او طاقتك في الملعب خلاص تبقى مفيش تحفيز؟ لا خلي بالك احنا عندنا الحته اللي هي المخ هو بيشتغل مع الجسم كله. لما باجي لاعب النجم اللبناني عندي في استاد القاهره واتعادل معاه وهنا في مصر واتعادل معاه 0-0 ده مش طبيعي. اللي انا اروح اكسبها في لبنان بالنتيجه كبيره او سكور كبير ده الطبيعي. عشان كده ما انا بقول لك اهو وده طبيعي. انا انت تستغرب ان انت تلعب فرقه زي النجم اللي ممكن تقول ايه اصل النهارده ما كانش يومنا. لا هو ما كانش يومنا، هو كان في ومش عدم توفيق، في حاجه اسمها استهتار بالخصم. دي برده مش مالهاش دعوه بلعب فين، هي لها دعوه بجوايا انا ايه. فتخيل الاحساس ده بيبقى جوايا وجوا لعيب زمايلي كلها، اللي انا ممكن انا النجم اللبناني لا بجيب طب انا من جوايا مهما كان لبنان برده ما فيش المستوى الفني عالي قوي، ما هياش لاعب فرق في المغرب الجزائر تونس فما بديش الاهتمام قوي. ادي الاهتمام زي ستيف كده، انت الشوط الاولاني انهى المباراه، الشوط الثاني لابد كان لازم ولازم اللعبة كانت دي مالهاش دعوه على فكره بجهاز فني، لها دعوه بالسمات الشخصيه بتاعت اللعبة جوه الملعب. هو احنا طبعا هنتنقل للحديث عن بطوله افريقيا ومشوار الاهلي فيها بعد شويه والكلام مترابط، لكن عايزين نبقى قليلا مع المنتخب. اتفضل. من خلال تجاربك السابقه كواحد من نجوم منتخب مصر كابتن ياسر، كنتوا بتتصرفوا ازاي كلاعبين وادائكم بيكون شكله ايه لما بتواجهوا منافس اقل منكم بكتير سواء بقى في تصفيات افريقيا او كاس العالم؟ بص الاحساس بتاعنا انت ما بتلعب فرقه زي اللي هنلعبها بكره ان شاء الله باذن الله هنكسب. العامل النفسي بيشتغل معايا غير ما انا هروح العب نيجيريا في نيجيريا او العب المغرب في المغرب، احساس تاني خالص وتركيز عالي قوي واداء تاني خالص وحماس وروح عاليه وحاجات كتير، فده بتعمل بتاثر انا عليا في الجهاز اللي هو الجهاز حتى النفسي والعصبي. خلي بالك انا بكلمك انا كلاعب كوره وبحس بيها فببقى مركز قوي وقلقان قوي من النتيجه وممكن انا من جوايا واحساس بيبقى اللعبة كلها النتيجه دي ممكن تاثر لا قدر الله ممكن نطلع بنتيجه كبيره سكور علينا. لكن ماتش زي بكره الاحساس كله انا بقول لك هو احنا قاعدين مع بعض بنقول ان شاء الله هنكسب، فدي موجوده على طول على فكره. طب هل منتخبنا من المنتخبات اللي نقدر نقول انها بتتاثر جدا بمستوى المنافس؟ يعني يقال ان منتخب مصر من المنتخبات اللي بتعلى قوي على المنافسين الاقوياء اللي زي الكاميرون والمغرب ونيجيريا وغانا، والعكس صحيح ان الفرق الضعيفه حتى لو كسبنا بتقربنا ليها في المستوى، بتخلي في حاله كده في الملعب ان ادائنا بيبقى شبههم شويه. ده على طول علشان هو رقم واحد هل انا بحترم الخصم ولا لا؟ ما انا بقول لك احنا بنلعب فرق زي المغرب بنعمل حسابنا عشان كده في اهتمام. هل انا لما العب فرقه زي اللي هلعبها بكره المفروض يبقى اهتمامي زياده ولازم بدي انذار للفرق المنتخبات الثانيه وخاصه انا بلعب منتخبات هتقابلني بعد كده سواء ماتشات وديه ولا ماتشات في افريقيا ماتشات قويه، فهل انا ماتش زي بكره ده لما انا اكسب 3 ولا 4 ولا 5 انت بتغير حتى خريطه الشكل العام لينا احنا كمصريين. انا عن نفسي بقول لك لا انا اتكلمت في قناه الاهلي لا الكلام ابدا ممكن انا احسن طبيعي ممكن اغير كلام احنا بشر ممكن اغير كلام ممكن اقول وجهه نظر وتغير
فاحنا مش ملاك. لكن بس ممكن هنا الجهاز الفني يرد على الناس يقول لهم طب يا جماعه قارنوا بالفتره اللي فاتت، ما انا كوبر قبلي كان لو على لسان بقى على فكره مستر كوبر اول ماتش كسبه على كوبر فكره كان بيلعب مع منتخبات ضعيفه جدا وبيبقى مش عارف يكسب اول مباراه على فكره مستر قوي ويخسر بره 1-0 ويكسب منتخب اقل منه بكتير 1-0 زي اوغندا، مباراه زي كونغو كانت بتلعبنا هي اقل منا بكتير اتعادلت معانا في وقت قاتل مزبوط. وربنا اكرمنا بجهد طبعا تريزيجيه واحراز محمد نجمنا محمد صلاح للهدف ده في وقت قاتل، يعني الحسابات بتتعقد كانت مع فرق اهلي الراجل هيقول انا كسبت 6 وكسبت 4 انا مش على فكره مش مانع وقلت لك انا على فكره مش معترض على النتيجه ولا معترض على الاداء ولا معترض على بالعكس احنا انا بقول لك احنا دلوقتي انت بتسالني هل انت شايف المنتخب كده ده المستوى بتاعه ده هو طب قلت لك لا ما اقدرش احكم عليه احكم عليه بعد فتره بلاش الماتشات اللي احنا نقول عليها خلاص انا اعتبرها ماتشات صعبه والمنتخب عدى منها انا اعتبرها بلغه الكره ويقول لك انا كسبت ماشي لكن انا عندي يعني عندك المباراه اللي جايه سواء في ماتشات وديه او ماتشات حتى لو انا صعدت من بكره عند ماتشين تونس اعتقد ده بروفه قويه ليا واللي انت تبدا تقول حتى وانت قاعد مكان تبدا تقول اه لا احنا منتخبنا منتخب قوي منتخب يقدر يبقى فيه ليه باع في الامم الافريقيه لكن هرجع واقول لك برضو انا وهفكرك لازم نبقى عندنا وجود من بعض الخبرات اللي موجوده في مع منتخب مصر. طيب المجموعه الجديده اللي دخلت المنتخب وجوه بنشوفها لاول مره في منتخب مصر، عايز اعرف رايك فيها كابتن ياسر ريان، يعني اسماء زي محمد صادق هيشارك بكره ان شاء الله، مشاركات في الفتره اللي فاتت بشكل اساسي لباهر المحمدي وعلي غزال، شايف المجموعه الجديده ازاي اللي داخله المنتخب؟ لا المجموعه الجديده هي فرصه ليهم. فرصه اللي انت بتلعب باسم منتخب مصر ده اسم كبير جدا وما تحسش بيه غير في الماتشات الدوليه ووجودك مع منتخب مصر لو انت في التمرين غير ما انت بتبقى في مباراه رسميه هتحس بايه مصر وبقيمه مصر فعلا اللي انت شال شعار ليه تقله فانت دي فرصه ليك اللي انت لعيب بتقول انا موجود غير ما يطلع النقاد او الناس تطلع تتكلم يقول لك النغمه اللي هي بتاعت عشان ده لعيب دولي ولا ده مش لا انت طالما انت موجود في منتخب مصر اعرف ان انت من احسن مجموعه اختاروها المدير الجهاز الفني لمنتخب مصر ليك انت فانت تحط من جواك ويبقى اولا ده اوريدي تكريم لاي لاعب طبيعي في المنتخب اولا لازم عندي ثقه في نفسي تركيزي بتاعي اللي هو اللي انا اتخذت بيه من النادي بتاعي تركيزي يبقى تركيز عالي جدا كل مباراه بلعبها لازم اثبت للمدير الفني في المنتخب اللي انا استحق اللي انا ابقى موجود في وسط المجموعه حاجات كتير قوي انت بتبقى شايلها لكن انت لو انت رحت الامور اللي انا ما انتش متحمل مسؤوليه وما انتش في دماغك وانا كده كده هو مقتنع بيها كمدير فني ماشي ما انت ممكن تكون في لعيب مقتنع بيك كمدير فني بس انا عايزك كل مدى حتى لو هو مقتنع بيك برضه الجمهور والاعلام والناس دي تبقى معاك برضه مش مدير فني في سكه وانا طيب هرجع للتشكيل التشكيل ده ان شاء الله متوقع انه يبدا غدا مع طبعا ظروف الاصابه اللي هتتسبب في غياب نجمنا محمد صلاح هل تفتكر ان ده هيكون عامل مؤثر بالسلب على اداء المنتخب ولا لا لا بص هقول لحضرتك على حاجه هو طبعا ما فيش شك انا عايز برضه اشوف منتخب مصر من غير محمد صلاح يعني ربنا يشفيه ويعافيه طبعا ويبعد عنه الاصابات بس برضه عايزين نشوف هل محمد صلاح لو هو مباراه اعتبر بمقاييسنا مش صعب قوي ففرصه للعيبه لازم تقول برضه احنا موجودين محمد صلاح حاجه بتسد معانا وحاجه قويه وبنستفاد منه لكن في الاول وفي الاخر برضه احنا برضه لازم قال لنا وجود انه لو يعني لا قدر الله خلاص تغيب لاي سبب ايقاف او اصابه او اي شيء يبقى المنتخب قادر انه يؤدي بنفس وده المستوى وعلى فكره كلنا كنا بالظبط وكل اللي احنا بنقوله الفتره اللي فاتت المنتخب من غير محمد صلاح وده اول مره نقولها يمكن في تاريخ منتخب مصر لا بنعتمد عليه اعتماد كلي ولو هو موجود وحالته مش كويسه حتى في الماتش بيبان علينا كمان كفرقه لا احنا عايزين نقول محمد صلاح هنعتبره هو ايا كان غيابه اصابه او عذر او احنا برضو اللعيبه لازم من جواها فاكر البرتغال في نهائي كاس اوروبا كابتن ياسر كريستيانو خرج مصاب الناس قالت والمباراه شغاله خلاص البرتغال لا تخسر بالظبط حسموا اللقب وحسموا البطوله واللعيبه داست على نفسها جدا في الملعب ما هو سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين ما يتقال لو لا قدر الله النتيجه بكره مش كويسه كله هيطلع كل يوم وكلنا هنقول احسن منتخب من غير محمد صلاح مش كويس لا احنا عايزين نقول للعيبه بكره ده ثبات وجود لكم انتوا مش برضو محمد صلاح اضافه قويه بس احنا بنقول لو الظروف ساعدتك او ساعدتكم اللي تبقوا انتوا بنقول اعمل حاجه لنفسك وما تقالش اللي لعيب واحد هو اللي بيمثل منتخب مصر كره القدم كره جماعيه لكن انت في الاول وفي الاخر واكيد
اللعيبه هتقعد مع بعض وهيتكلموا في الجزئيه دي، مش برضو مش تقابل، بالعكس محمد صلاح نجم كبير يدخلوا في تحدي مع نفسهم ان احنا غايب عنا في المباراه دي اكبر نجم من نجوم المنتخب واكتر لاعب مؤثر، فان احنا لازم نضاعف مجهودنا بالظبط ونقدم للجمهور صورتنا حتى على مستوى التيم ورك والاداء الجماعي. صح بالظبط كده. فعشان كده فرصه اللعيبه اللي موجوده او فرصه اللي هيلعب مكان محمد صلاح برضو لازم يبقى مؤثر، عامل حاجه كويسه، وخاصه الجزئيه اللي تحت دي في ورده موجود، في كهرباء موجود، في بعض العناصر موجودين في المنتخب يقدروا يسدوا، او اللي كان مش هنقول اللي محمد صلاح بيعمله، على الاقل خالص 60 او 70% من اللي محمد صلاح يعمله تقدر انت تعمله. طيب هنبقى قليلا مع المحترفين، مع نجومنا وفي مقدمته محمد صلاح، شايف ازاي مقارنه صلاح هذا الموسم بالموسم السابق؟ ناس بتقول صلاح هيرجع بقوه وهيقدم مستوى عالي جدا الفتره الجايه، وناس بتقول يا جماعه اللاعب لما بيوصل للقمه بينزل شويه الفتره اللي بعدها، فما تظلمهوش او ما تضغطوش عليه، لان طبيعي بعد كل اللي حققه الموسم اللي فات يبقى عليه ضغط عصبي واعلامي وجماهيري كبير جدا يؤثر سلبا عليه الموسم ده. وما فيش شك محمد صلاح الموسم اللي فات عمل موسم ما اعتقدش كمان اللي هو ممكن، اتمنى ان شاء الله اللي هو يكرره، بس باللي هو يوصل باللي هو اللي فيه ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ثم دعا اهله ودعا اول مره مصر كلها واعتقد الوطن العربي كله مجتمعين على لعيب كلهم بيتفرجوا عليه. انت كلنا يعني كل الناس بتدعي، ممكن في ناس تختلف على لعيب عربي بيلعب او لعيب مصري بيلعب في دوري من الدورات القويه، في ناس تبقى مقتنعه في ناس، لكن الناس كلها كانت مع محمد صلاح. طيب النقطه الثانيه اللي انا كنت اللي انا اتكلمت فيها قبل كده لمحمد صلاح، اللي هي الجزئيه اللي هي بعدته وشتتته نسبيا عن اللي هو كان في مع مشكله مع اتحاد الكوره. هو ليه حق طبعا ما فيش شك، ولازم هو كان ما جه بيتكلم بصفه عامه للاعيبه منتخب مصر، اللي ما ينفعش اروح معسكر والاقي الناس بتعايز تتصور معانا وتتصور معاه، وناس يدخلوا الغرف بدون استئذان، حاجات كتير فيها نسبه بيبعدوه وشتتوه. لكن كنت انا في الفتره دي انا اتكلمت قلت برضو انت مش محمد، انت مش هتيجي في مره واحده تعدل الدنيا كلها، وخاصه انت برضو ممكن كنت تقعد مع المهندس هنا بوريده ايا كان، او تقعد حد من اتحاد الكوره او المشرف عام على على على, على المنتخب وتتكلم معاه بصفه وديه، ما يبقاش ظاهر في الاعلام، وتتكلم على اللي انت عايزه اللي هو يفيد بلدك ويفيدك ويفيد المنتخب. ما كانش ده اعتقد يعني من كانت البدايه النقطة نفسك دي ان القصه دي كلها تبقى داخل الغرف المغلقه بالظبط، والنقطه دي اعتقد هي اللي ما يبقاش الموضوع كده للراي العام بالظبط. والنقطه كمان دي ما تخلينيش تشتتني بره الملعب، وادخل على السوشيال ميديا واتكلم على على على, على تويتر، واتكلم على انستجرام، اتكلم في حاجات كتير بعيده عن خرجت عن تركيزك في وده اللي انت من يوم ما حصلت مشكله محمد صلاح لوقتنا حالا اعتقد الامور بالنسبه له ما فيش استقرار حتى في ادائه واستقراره مع فرقته استقراره، لا بالعكس لا لسه طبعا حاليا هو مش زي الموسم اللي فات لحد بالظبط. انا بقول لك بس ما فيش لاعب بيحقق كم النجاح والارقام القياسيه اللي ضربها محمد صلاح الموسم اللي فات وبيبدا الموسم اللي بعده بنفس الطريقه، لانه دايما بيقولوا ان بعد البيك بتاعت اللعيب في موسم معين او الوصول لقمه المستوى لازم في نزول شويه، وده طبيعي حتى طبيعي. مع الفرق ده بعد ما تحقق بطوله هتوصل جيل لاعلى مستوى له، ده دايما بيقال عن كره بالظبط. انا مش عايز اقول لك انا بديك ايه جزئيه، انا مش بقول لك اللي دي بتنتهي، لا ان شاء الله باذن الله هيرجع ويبقى احسن وممكن الكيرف بتاعه كمان يجي على نهايه الموسم ويزيد، لكن انا بتكلم في جزئيه مش عايزك تدخل نفسك في حاجه في اشكاليات بعيده عن اللي انت احنا بنستمتع بيك وانت متع جمهور مصر كلها وكلنا بنحب نتفرج فعلا عليك يعني، فما تحرمناش من اللي انت تمتع نفسك وتمتع جمهورك بشكل. لا ان شاء الله كمان هو فريقه كمان هم كلهم عاملين نتائج قويه الموسم ده بحساب النقاط، ليفربول باذن الله يستعيد مستواه ويرجع قوي تدريجيا ويظلوا في المنافسه ويحققوا بقى حاجه مختلفه كمان اكبر من الموسم اللي فات على مستوى الفريق نفسه او تحقيقه للقب على مستوى الدوري الانجليزي او البطوله الاوروبيه باذن الله. هنتكلم كمان عن بعض الامور، بس خلينا واحنا بنتكلم عن نجمنا محمد صلاح والبحث عن المواهب او المواهب الجديده اللي ممكن توصل لانها تبقى نجوم كبيره جدا في الدوري المصري او في عالم الاحتراف. هنشوف مع بعض لقاء تم خلال الايام الماضيه لمندوبي مراكز الشباب للحديث عن دوري مراكز الشباب في مصر والحديث عن كيفيه الوصول الى المواهب في كل قرى ومدن وايضا وهي كل مناطق ونجوع مصر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. الإدارة السليمة، عايزين الإدارة السليمة.
داخل لي 5 واعمل 2001 واعمل 98 واعمل 5 فوق السن. ممكن اقول لك كافي، لان مراكز الشباب النهارده فيها ملاعب يعني، والحمد لله دلوقتي عندنا ملاعب منجله نجيل صناعي كويسه جدا، وفيها شباب ما شاء الله عليهم. مصر فيها 100,000 محمد صلاح، بس يعني هي التخطيط بس والشغل بس اللي يمشي بما يرضي الله. مش عايز وصايا، لان النهارده في الشغل، النهارده للشغل اللي جاي في الاكاديميات شغل محسوبيات. مراكز الشباب هي اللي بتطلع اللعيبه اللي ممكن تبقى تحترف بره في اوروبا كمان، مش في مصر بس يعني. مراكز الشباب هي اللي النواه اللي بتطلع اللعيبه اللي بره كلها. محمد صلاح كان بيلعب في مركز شباب، ما كانش بيلعب في نادي، بدا في مركز شباب. كل اللعيبه العصماء لعبت في مركز شباب الاول. في كتير عشرات محمد صلاح موجودين في مراكز الشباب، بس عايزين الاهتمام بيهم بس وعيون تكتشفهم بس. بس في حاجه بس في لين يعني، حاجه بس في مركز في دوري مراكز الشباب عايزين نتكلم عليها، لانها تعتبر حاجه يعني سلبيه، اللي هي النقط اللي هي مراكز الشباب بتاخدها جايه لنا من نسب مثلا 20% للعيبه والجهاز الفني والاداري، و80% لمركز الشباب. طيب ده دلوقتي النسبه ديت بسيطه جدا جدا يعني، اللعيبه ما بتاخدش، بتاخد ايه؟ ما ينفعش بيبقى عنده شغل وعنده سايب شغل وسايب. طب ليه ما نخليش النسبه تبقى مثلا ايه 50% للعيبه والجهاز الفني والاداري و50% للمركز الشباب؟ ده دي نقطه يعني المفروض الوزير يحطها، لان هي دي اللي بتخلي الشباب يجي. نصر المواهب في مصر حضرتك كان الاول زمان كان فيه اللي هو المكتشف اللعيبه، دلوقتي حضرتك كشاف، دلوقتي حضرتك احنا الاكاديميات ودخلنا بقى في السمسره والحاجات دي. اه بالظبط كده. فاحنا عشان ندور على مواهب حقيقيه لازم في البنيه التحتيه الاول للملاك الشباب مظبوطه، الملاعب موجوده، المدربين موجودين، الادوات كلها موجوده، لان معظم اللعيبه اللي موجوده في ملاك الشباب هي اساسا بتلعب في انديه. انا دلوقتي حضرتك من 98 ل 2000 معظم الموجود في ملاك الشباب دلوقتي هو اوريدي بيلعب في انديه. فانا دلوقتي مش بضيف حاجه، انا عشان اضيف حضرتك لازم القانون يتفعل ان اي لاعب بيلعب في الدوري اللي هو الاتحاد الكوره ما يلعبش في دوري مراكز الشباب. اذا كان هناك صدق في الاختيار، مراكز الشباب مليئه، وكنا نتمنى من سياده الوزير ان بدل ما يربطها من 18 سنه يفتحها لورا علشان نطلع ناشئين يفيدوا منتخب مصر. مراكز الشباب بتخرج لاعبين على اعلى مستوى لو هناك صدق في الاختيار. لو بصينا لمشوار محمد صلاح نجد ان محمد صلاح خارج من مركز شباب. طبعا المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من كبار النقاد الرياضيين في مصر كانوا زي ما شفنا في هذا التقرير مشاركين في هذا الحدث، البحث عن الموهبة وآليات توصيل الموهبة للمكان اللي ممكن من خلاله انها تتوفر لها عناصر او عوامل النجاح. كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، رايك ايه في الكلام ده؟ ولو في اي مدرب او جهاز فني في اي قرية او في اي مركز شباب بامكانيات متواضعة جدا في مصر شايف ان عنده لاعب او اتنين او مجموعه عناصر مميزه تستحق انها تتشاف في مستوى فني اعلى من كده يعني؟ بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، هو بالنسبه للماتشات مراكز الشباب على فكره 90% من انديه مصر كلها متابعه لها كويسه جدا وبتتابع الماتشات بتاعتها. فاي اي 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 نادي بيتفرج، انا من سنه او سنتين تابعت بعض المدربين كانوا بيحضروا ماتش مراكز الشباب، متابع للاعب مثلا في فرقه معينه في مركز شباب معين، بيتابعوا مش ماتش واحد، بيتابعوا كل ماتش كل ماتش كل ماتش بيلعبه لغايه ما بيوصل لمستوى معين عنده. لو هو مستوى كويس بياخده يحطه مع مجموعه مع فرقته عشان يشوف هل اللي هو شافه في مركز في الماتش بتاع مركز الشباب يتناسب معاك في نادي او فرقه او تكتيك. فكل ده على فكره بقت المنظومه بقت خلاص، بقت شبكه واحده ودايره واحده بتدور حوالينا، سواء مركز شباب، قطاعات ناشئين، فرق صغيره بتبقى موجوده في بعض المراكز من مراكز المحافظات، الانديه الكبيره، كله بقت الامور بقت في ترابط بينهم وبين بعض. يعني انت لو انا مثلا منصوره هتلاقي مين الطب في المنصوره؟ هو نادي المنصوره،
ويجي حواليه نادي النبارو ديكيرنس سيمبلاوين المفروض ان اي حد مميز يوصلوه لنادي المنصوره بقى يجي بعد كده. لا هو مش هيدي لك برده كده كده اللعيب. خلي بالك الانديه دي برده عندك بقى في المراكز الصغيره دي عندك بقى في مراكز صغيره اللي هي بلاد صغيره بقى اللي هو مركز الشباب بيلعبوا اي فرقه من ده اول حاجه بيقول له روح اختبر في المركز اللي انت قريب منه. مفيش حد هناك مره يقول له لا اطلع بقى روح شوف نفسك في اهلي في زمالك في انبي في مقاولين في الانديه اللي هي موجوده. وخاصة الأندية هنا بتحب اللعيبة اللي هي بتبقى بتيجي من الأقاليم بالعكس بيهتموا بها قوي. بيبقى فيه زي ما هو في كابتن اتكلم قال لك بيبقى فيه موجود في مراكز الشباب مليون زي محمد صلاح ماشي. ما احنا ما بنقولش حاجة جمع أنت المجموعة لو أنت بقى حابب الموضوع ده وتعالى النادي الأهلي. أنا أعتقد كابتن فتحي مبروك موجود ولجنة الكرة وكلهم بيرحبوا باللي أنت أي موهبة تيجي مش هيقولوا لأ. ده بالعكس احنا استفادة لنا كنادي هيدوها المساحة وهيقدروها هيدوها المساحة ما يجي يقول له عندي لعيب موهوب واسأل عليه فلان وفلان وفلان الموضوع بيبقى بيسهل علينا بنجيبه وتبص عليه ولو هو فعلا هو احنا مش هنقول لأ. عشان كده أول كلمة لا وكمان فكرة حتى تصوير الفيديو بإمكانات متواضعة لأي لعيب عشان أبعت سي في مبدئيا عشان المسؤولين في نادي زي الأهلي أو لجنة الكرة تبدأ تهتم إنها تتابع اللاعب مش امر صعب يعني بقى امر سهل جدا. محمد هي المشكله الناس متابعانا انا وانت دلوقتي يقول لك كابتن ياسر بيكلم احنا عندنا بس الكره يقول لك واسطه. ده اول كلمه اول ما حد يقول له واسطه ما بتكلمش معاه خلاص بقى في الموضوع خلاص انت ما انت جبت اخر الموضوع. بس انا بقول لك الكره ما فيش حاجه اسمها واسطه. هنقول واسطه طب ما في مسرح في الاخر الناس بتتفرج عليه في الاخر بتشوفه. فعشان كده الموضوع لا اسعى مع ابنك انت كابتن اسعى مع اللعيب بتاعك. بتصطدم بالجمله دي احيانا او بتزعلك لو سمعتها في الوسط عشان احمد ياسر ريال لاعب في الاهلي؟ لا ماليش دعوه. لا مش بتكلم على كده. انا عارف مش بتكلم بشكل شخصي لكن ده خلاني احمد ريان وايهاب او اي حد لا احسن. انت بتتكلم على لعيب في الدرجه الاولى ولعيب كان اصلا هداف فرقته في قطاع الناشئين ولاعيب من اللعيبه المميزين بتاعهم بفضل الله مش هو لوحده زمايله كتير في احمد حمدي موجود في كريم ندف في ناصر ماهر في لعيبه موجوده في النادي الاهلي. فاحنا مش عايزين ندخل في جزئيه لا بالعكس في كتير مواهب بتظهر. انت اسعى مع ابنك اسعى مع اللاعب بتاعك لو انت مدرب وفي الاخر هتوديه على الطريق. ايه رايك في اداء احمد ياسر ريان في مباراه الترسانه وهننتقل منها للحديث عن الاهلي والفريق مشواره سواء في الكاس او البطوله العربيه او الدوري او بطوله افريقيا لكن هنبدا باحمد ياسر بص ريان. احمد ريان مش هتكلم بقى انا بتكلم كمدرب او راجل في المجال. هي النقطه اللي الناس كلها احمد ياسر ريان الناس سابت الشخص اللي هو كان بيلعب وعايزين يقارنوه. لا احمد على فكره مصعد من السنه اللي فاتت في الدرجه الاولى كان هداف على فكره النادي الاهلي في الدرجه الاولى في الماتشات الوديه لو حضرتك لو عندك علم هداف فرقته في قطاع الناشئين. مش هتكلم يعني مش انا بتكلم عشان بس الناس يبقى عندها خلفيه لكن انا بتكلم عليه كفرود شخصيته تمشي مع النادي الاهلي اقول لك شخصيته تمشي مع النادي الاهلي كبدايه مش هو لوحده برضه المجموعه في ماتش في مباراه الترسانه اعذر اللعيبه اللي كانت موجوده في المباراه لعيبه بقى لها فتره ما لعبتش ماتشات ترسانه ومستر كرتون طلع يتكلم عليه وقال لك انا بعذرهم واتكلم عليهم بشكل كويس جدا. اللي انت تكسب فرقه برضه فرقه الترسانه مش فرقه من الصغيره فرقه لها باع سواء في الدوري الممتاز او الممتاز به ولاعيبه كانت بتلعب ماتشات في الدوري ما فيش توقف بالنسبه لهم حتى في تصفيات كاس مصر هم مكملين. اللعيبه اللي لعبت مباراه الاهلي لا بقى لها فتره كانت مش موجوده واللي هم ياخدوا مباراه ويفضلوا بالمستوى ده ويكسبوا وده روح النادي الاهلي اللي يعني في اخر دقيقه. لكن احمد تحركاته انا بتكلم بقى في تحركاته هو النقطه الكره الوحيده اللي انا حتى اتكلمت معاه فيها الكره اللي هو راح انفراد وجت تحت رجله وده طبيعي. اي فرود في الدنيا احنا في فرود كتيره مش عايز اذكر لك اسماء لا بتضيع اللي هو عارف انا كنت ازعل امتى منه لو هو مش مؤثر على المرمى ما عملش اسيست مثلا لزمايله ما كانش بيدافع بالشكل اللي هو المطلوب ما بذلش مجهود ما اجتهدش كنت ازعل واللي هو يلعب 90 دقيقه من سنتين برضو ده جزئيه كمان تحتسب له. فهو ده النقطه اللي هي الاساسيه لكن كبدايه لعيب عايز يلعب هو كان متحمس وعايز يبقى موجود ويقول للخواجه ويقول للنادي الاهلي انا موجود فالبدايه لا بدايه كويسه بالنسبه له فدي اللي كانت بالنسبه لي كنت مركز عليه. الناس بقى مركزه ممكن واحد يقول لك احمد رن ما جابش جون ما طبيعي اللي انت واحد ممكن ما جابش هو الجون ده مش بمزاجه لكن هو اجامه. حتى ايهاب اخوه كان احتياطي في مباراه الترسانه بيقولوا له بعد الماتش بيقولوا له اخوك هدنا يعني بلغه الكوره او دخل فينا ما كانش بيسيب حد غير ما يدخل عليه جامد
فدي برضو هو لاعب فايتر قاتل في الملعب. والكره اللي هو عملها اسيست الجون الثاني لو احنا شفناه لمحمد شريف، لا يعني برضو ده حاجه كويسه، راضي عن اداؤه في المباراه جدا والله. طيب. مش بتكلم عشان لا على فكره مش بتكلم برضو الناس تفكر عشان انا والده هتعاطف معاه، لا انا ما بتعاطفش، خلي بالك انا ما عنديش تعاطف في الكوره، الابيض الاسود عندي انت يعني، انا اديله مثلا في مباراه زي دي مثلا 70% كاداء ليه بقاله فتره بالظبط كده عشان ما بلغش ليه، هو برده كان مؤثر، كان ليه دور كبير، عمل كم كوره برده شكلها كان كويس، فكل الحاجات دي تحركاته كانت كويسه. متفائل بفكره دخول اسماء جديده، جيل جديد منه احمد ريان ومجموعه تانية من اللاعبين، فكره ان مستر كارترون عمل تغييرات كتير الفتره اللي فاتت، استفاد من مشاركه الاهلي في يعني بطولات كثيره جدا محليه ودوليه في نفس الفتره وفي نفس الموسم، فبيحاول يعمل روتيشن ويدي فرص للعيبه وجوه جديده كتير هيعتمد عليها الفتره الجايه. على فكره يعني انا برده اللي انت تلاقي واحد زي ناصر ماهر، كريم نيدفيد، احمد حمدي، احمد ريان، في اكرم توفيق، في لعيبه كتير قوي موجوده، دي ده مستقبل النادي ايا كان مين اللي هيقعد فيهم او مين اللي هيمشي فيهم او مين اللي هيطلع، هما ده مستقبل النادي، ده كيان، ده اللي هو اتعود واللي هو اللي عارف ان النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها خساره او هزيمه او ما بيقبلش المركز الثاني، دولت متربين على كده. عشان كده حتى لعيب النادي الاهلي لما بيروح نادي ثاني بيتعب بسبب اللي هو مش متعود على مركز ثاني او ثالث او يلعب أو مركز ابعد أو, 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 او ابعد، لكن لعيب النادي الاهلي طول ما انت في النادي الاهلي هو متعود يكسب، والولاد صغار دولت مش عليهم صغارين، ده بقالهم سنتين موجودين في الدرجه الاولى من ايام الكابتن حسام نادر موجودين. فدي برضو متفائل بانهم هياخدوا فرصه اكبر مع طريقه شغل وطريقه تفكير الجهاز الفني الحالي ومستر كارترون، اكيد حسب احتياجات المباريات. وعندك خلي بالك ان النادي الاهلي داخل في 4 بطولات، كاس ودوري وبطوله عربيه وبطوله افريقيه، انت بتتكلم في 4 بطولات اكيد كله هيشارك، والدليل انت اخر مباراه في الكاس كان معاك كمان لاعيبه من تحت السن كمان موجودين من الناشئين كانوا موجودين في المباراه. يعني طيب خلينا نفتكر معاك ومع مشاهدينا كابتن ياسر، بطولات الاهلي دائما ابدا بتزيد من موسم لاخر، وزي النهارده 15-10، زي النهارده كان فوز الاهلي على الزمالك في كاس السوبر، نتذكر مع حضراتكم سريعا هذه المباراه ونعود لاستكمال هذا الحوار. زي النهاردة 15 أكتوبر لكن عام 2015، وتحت قيادة فنية للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة 9 في تاريخ البطولة التي أقيمت 15 مرة. حقق الأهلي الفوز ب10 نسخ منها مقابل 3 نسخ للزمالك، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود. أقيمت مباراة البطولة بين الأهلي والزمالك باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، كانت المرة الأولى التي يقام فيها كأس السوبر خارج جمهورية مصر العربية، تطبيقا لاتفاقية بين الاتحادين المصري والإماراتي بإقامة مباراتي السوبر للبلدين بالتبادل، فتقام كأس السوبر الإماراتية بالقاهرة. حضر المباراة 25,000 متفرج أغلبهم من جماهير النادي الأهلي. حكمها الإسباني كارلوس فيلاسكو كارباليو. تقدم الزمالك بهدف لعمر جابر في الدقيقة 26، ثم أنقذ شريف إكرامي ركلة جزاء سددها محمود كهربا في الدقيقة 34 ليمنع هدفا كاد أن يقتل المباراة. بعدها سجل عبد الله السعيد للأهلي من ركلة جزاء لمصلحة رمضان صبحي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين. في الشوط الثاني سجل عبد الله السعيد للأهلي مرة أخرى من ركلة جزاء لمصلحة وليد سليمان في الدقيقة 35. قبل أن يسجل مؤمن زكريا هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 69، ولم يؤثر إحراز محمود كهربا هدفا ثانيا للزمالك في الدقيقة 90 على فوز الأهلي بالمباراة واللقب الغالي.
مرة تانية مع حضراتكم مع النجم الكبير الكابتن ياسر ريان. كابتن ياسر، بتشوف ازاي المباريات دي، المباريات اللي لها طابع خاص وبتظل في الذاكرة، والبطولات اللي بتتحقق ولا تنسى زي طبعا كاس السوبر وغيرها من البطولات؟ انت عارف ماتش الاهلي والزمالك كمان بقى ليه طابع خاص عندنا عموما، يعني انا من احسن ماتشات بتبدع في الماتشات دي، من احسن ماتشات انا لعبتها اهلي وزمالك، يعني الماتش اللي احنا كسبناه 2-1 وعند ذاكره الجمهور، جمهور الاهلي بالذات، يعني الكره اللي انا خدتها من نص الملعب وعملتها للكابتن حسام حسن وجاب منها هدف، كسبنا الزمالك 2-1، كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن كسبنا. مين المدير الفني للاهلي اللي كان بيعمل مناورات جامده جدا للزمالك؟ بياسر ريان اللاعب سوبل. اللي كان مره مفاجاه ان ياسر ريان يلعب ناحيه اليمين في يوم من الايام في المباراه، لا ماتش اهلي وزمالك. الراجل ده كان عارف الطباعه المصريه، ما انا بقول لك هترجع للطباعه. هو المدرب الاجنبي او المدير الفني الاجنبي لما بيجي هنا يتعاش معانا ويعرف طباعنا بيبقى الامور سهله عليه جدا. احنا اتفاجئنا بيك في يوم بتبدا مباراه ناحيه اليمين ده. لا انا اتفاجئت اصلا، انا اقول لك على حاجه، انا اتفاجئت اصلا قبل المباراه دي باسبوع، نزلنا نلعب اتمرن في الناشئين من غير سبب كده. ايه كانت فكرته او وجهه نظره؟ ما هو عارف اللي انا من نوع ما تقعدنيش احتياطي، عارف اللي انا لو انت عملت اي حاجه تستفزني بطلع كل اللي عندي في حاجات جوايا كده. هو كان عارف بيضغط عليك قبل المباراه، بيضغط عليك، فلقيته منزلين الناشئين واللعيبه كلها راحت له، كله راح له. ازاي لعيب بتاع الزمالك بيقلق منه وبيعمل له حساب؟ كنت انا وليد صلاح بالذات يعني بيتعاملنا حساب. ف قال لك هو ده رايي يا عم، عندنا ماتش بعد اسبوع وانزل في الدرجه الاولى، كنا بنتمرن الناشئين، بنتمرن في التتش لسه، نتمرن في الناشئين، اطلع من التمرين والدرجه الاولى نازله. وانا مستغرب، وماتش الاهلي والزمالك ومن اللعيبه اللي المفروض ان في الفتره دي النادي الاهلي معتمد عليا، جاب لي الماتش بيومين ولقيته بيندهلي، قال لي تعالى، قال لي انا عايزك، انا بفكر في حاجه معانا. يا عم انت مقعدني الناشئين وجاي تقول لي انت فكرت، انا خلاص انا بره تركيز المباراه. بس مبسوط بقى انه رجع طبعا، ما هو وصل للحته اللي انا عايزها. فقام قال لي انا عايزك تلعب، هتبتدي ماتش الزمالك محمد عماره باك ليفت وانا هلعب قدامه، بس قال لي هبتدي بيك اول 10 دقايق ناحيه اليمين وما تنزلش خالص ومش هتغير ناحيه الشمال غير ما انا اقول لك تغير امتى. بدات ناحيه اليمين العشر دقايق وشويه، وقال لي تعالى ناحيه الشمال والماتش شغال. قال لي انت اخرك نص الملعب يعني ما تدافعش، وفعلا ما كنتش بدافع خالص. تلعب من نص الملعب لحد مرمى المنافس، المنافس بتاعك. وفعلا كنت طبعا ماخد الكره من نص الملعب، لا البتاع دي بقى دي بتاعتي، لكن ماخد الكره من دي. عملت ايه في الوقت ده للعيبه اللي المفروض انها تفرض رقابه عليك من فريق الزمالك؟ اولا فكره انك ابتديت رايت هاف رايت وفجاه بقيت هاف ليف، يعني نادي الزمالك نفسه كان اللي ماسك كرول، انا مش ناسي مستر كرول اللي هو الهولندي، روت كرول. فكانت بالنسبه لهم انا المشكله الوقت انا فري في المكان ده وما بلعب، مش مرتبط اللي انا العب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، ومش مرتبط اكون في مكان معين او مركز معين، فدي برضو برجله الاربعه اللي ورا او تقريبا كانوا خمسه او اربعه. والترتيبه الدفاعيه اللي على مفاتيح لعب الاهلي منهم ياسر ريان، ومين اللي هيمسكني؟ وما كنتش بقى ببقى مع واحد واقف قدامه، يعني مش بس ناحيه البكرات وبلعب عليه باك هاف ليفت، لا ممكن هتلاقيني جوه. كتبوا ايامها في الصحافه بعد الماتش ده ان راينر تسوبل اربك حسابات الزمالك بالبدء بياسر ريان بالظبط، وكان بقى محمد عماره موجود ومحمد يوسف، فكانوا دولت الحته دي الخانه دي مسدوده، وانا الوحيد الحمد لله الفري اللي موجود، فكنت عامل ماتش الحمد لله يعني من احسن ماتشات طبعا عملتها في حياتي، يعني مش انا لوحدي، كانت التيم نفسه، كنا احنا في الوقت ده كان انت عارف التيم في التسعينات كان تيم قوي برضه، فالحمد لله كنا موفقين جدا وخدنا برضه بطوله الدوري، كان بدري وكنت يعني. من اللاعبين اللي برضه مجموعه من الاسماء اللي بيقال عنها انك بتطلع احسن ما عندها الحمد لله ماتشات الاهلي والزمالك. ما بص يا استاذ محمد، النادي الاهلي اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي لازم عنده ميزه، ميزه السرعه، ميزه اللي انت بتلعب بتجيب جون، ميزه اللي انت تبقى انفندر مميز، ميزه اللي انت تبقى باك رايت مميز، ميزه اللي انت تبقى حارس مرمى مميز. ده المريخ السوداني في افريقيا، ده مثلا الكره دي من نص الملعب برضو، الماتش ده منش على ايام هاريس، ده على ايام قصدي ده هاريس الين هاريس الين هاريس الكره دي من في انا مش ناسي حارس المرمى كان اسمه حامد بريمه، من نص الملعب خدتها، وكنت نازل الشوط الثاني على فكره برضو،
كان كل ما ينزل. وألان هاريس انتوا عملتوا معاه موسم برضو بدأتوا بمباراة قمة مع الزمالك كسبتوا 3-0 في الدور الأول. بالظبط. لا أنا مع ألان هاريس على فكرة. خسرنا في الدور الثاني. لا أقول لك على حاجة. لكن عملنا مباراة كبيرة قوي بسكور فين في مباراة إيه؟ في مباراة الأهلي والزمالك مع ألان هاريس في الدور الأول. أول ما ابتدى تجربته مع الأهلي كان بداية قوية جدا أول مباراة قمة. برضو 3-0 بالظبط اللي هو محمد عبد الجليل ومحمد يوسف. وإبراهيم حسن ومحمد يوسف. الله يعني برافو عليك. في ماتشات بتبقى بالنسبة لنا لازم كل لاعب في النادي لازم يمتاز بحاجة عشان تبقى موجود في النادي الأهلي. لو أنت عشان ما التاريخ ما يجيش وقت من الوقت تلعب في النادي الأهلي زي ما دخلت زي ما خرجت. ده في موجودين من اللعبة دي على فكرة كتير جدا. لكن أنت بتتكلم على في مميزات كابتن مصطفى عبده كان مميز، كابتن خطيب مميز، كابتن إكرامي مميز، كابتن ثابت الله يرحمه. كل لعيب بيمتاز. انا مش عايز اذكر لك الجيل اللي هو عشان دولت اللي خلونا يعني نحب النادي الاهلي، جيل السبعينات وجيل الثمانينات. لكن احنا نيجي دلوقتي تلاقي حسام حسن كان هداف، وليد صلاح كان مهاري، هادي خشبه كان ديفندر قوي، سار عبد الحفيظ كان عنده سرعه وبيعرف يجيب جول، هشام حنفي. هتلاقي مش عايز انسلك رضا عبد العال، اسامه عربي. دايما لاعب الاهلي لازم يبقى لاعب مميز. انت بتتكلم غير عادي لازم عندك حاجه. طب رايك ايه في المجموعه الحاليه في النادي الاهلي، التيم الحالي، المجموعه اللي موجوده مع الجهاز الفني الحالي بقياده كارترو؟ بص النادي الاهلي هيفضل طول العمر، مش احنا اللي بنقول، التاريخ كمان بيقول. وانا ببقى بنقول ايه، الله يرحمه كابتن صالح سليم يقول لك انت اللي بتعمل ليك تاريخ. النادي الاهلي مش محتاج تاريخ. فالجيل اللي موجود دلوقتي جيل بكل مره بكل مدى زي ما احنا بنقول جيل رايه بتسلم رايه وجيل بيسلم جيل. فالجيل اللي موجود دلوقتي برضه هتلاقي زيه زي اي جيل بيعدي، ما فيش عندنا جيل يحصل له دروب. لو حصل دروب هتلاقي فتره بسيطه وتلاقينا نقوم تاني. احنا دي ميزه الحمد لله النادي الاهلي ان احنا ما نقعش، وعشان نقع بصعوبه مش بسهوله. حب النادي او جماهير النادي الاهلي لنجومه، نجومه المتميزين على مدار اجيال زي ما قلت يا كابتن ياسر، وحب نجوم النادي الاهلي لوجود الجمهور في الاستاد في المدرجات، احنا تاثيره على اداء. طب ما فيش شك انا ببقى زعلان او حزين جدا ابص اتفرج على ماتش الاهلي وما فيش جمهور. لا انا دي بتزعلني جدا. فرق كبير جدا. هو النادي الاهلي جمهور، احنا رقم واحد الجمهور عندنا. عايز تشوف اداء الفرقه شوف والجمهور موجود، عايز تشوف نتيجه والجمهور موجود. خلونا نشوف التقرير ده مع كابتن ياسر ريان ومع حضراتكم عن جماهير النادي الاهلي ونعود لنستكمل الحكم. حضرتك ليه اهلاوي؟ مبادئ، قيم واخلاق، ومحافظة على المبادئ وقيم. عظمة الاهلي، الاهلي بيستمدها منين؟ من جمهوره العظيم ومن الاداره بتاعته الحكيمه. الاهلي احسن نادي في الكون. الاهلي بيستمد عظمته منين؟ من بطولاته، من جمهوره، من كل حاجه. الاهلي حلاوته وحرفنته بيبينها في اخر الدقايق، يعني تلاقي الدقيقه 90 يلاقي يجيب جون، الدقيقه 45 في الوقت بدل طيب يجيب جون. هذا اللي بيعجبني فيه، عظمته في جمهوره وفي روح الفانلة. بنلعب لاخر ثانيه في المباراه، يعني عمرنا ما بنيأس، حتى لو دخل فينا جون او اتنين بنبقى واثقين ان احنا هنعوض وهنفوز. عشان هو احسن نادي في الكون عموما، بطولاته في كل حاجه، يعني هو فريق يعني قيم، مبادئ، اخلاق، كل حاجه. عظمه الاهلي بيستمد، الاهلي بيجيب عظمته بيستمدها منين؟ من جمهوره اولا، ثانيا عشان هو نادي يستحق التشجيع، نادي انتماء، كل واحد بيحب الفرقه عشان كل واحد بيخلص للنادي. الاهلي طبعا فريق زي ما انت عارف محبوب، ويعني معظم الشعب المصري كله اهلي، لان الاهلي ده فريق كبير جدا وما بيخسرش. يعني الاهلي بيستمد عظمته منين؟ والله هو من النادي ومن الجماهير ومن كل حاجه، من الجماهير. فريق محترم، فريق بطولات، فريق نادي كويس. الاهلي بيستمد عظمته منين؟ بيجيب عظمته منين؟ من الناس المحترمه اللي فيه وادارته ولاعيبته. انا حابب الاهلي. الاهلي بيجيب عظمته منين؟ بيستمدها منين؟ من الجمهور طبعا. بحب الاهلي من زمان، انا متربي على ان انا اشجع الاهلي من زمان جدا. الاهلي بيستمد عظمته منين؟ بيجيب عظمته منين؟ من جمهوره اكيد. وليه مبادئ ومعروف في اي حته ان هو اكبر نادي في العالم. اخر احترام واخر ادب. ومدير النادي الاهلي محمود الخطيب راجل محترم. والله الاهلي ده احنا بنشجعه علشان هو يعني جوانا. عظمة الاهلي، الاهلي بيستمد عظمته منين؟ من جمهور الاهلي. هو الاهلي طبعا فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع. قول لي عظمة الاهلي بيستمدها منين؟
برجالته وقيمه. الاهلي صاحب قيم. كابتن ياسر ريان، جمهور النادي الأهلي زي ما شفنا رأي الجمهور الجميل في الكيان ومبادئ هذا الكيان العريق ونجومه والمواهب المتميزة اللي دايما بتسعد الجمهور وبتكون سبب لالتفاف الجماهير حوالين نجوم النادي الأهلي في كل المنافسات. أكيد أنت يعني مش أنا اللي أتكلم، الصورة كمان اتكلمت، وده هو ده النادي الأهلي. إحنا جمهور، واحنا كنا بنتكلم قبل الحلقه النهارده، كنت بتتمنى الجمهور يرجع يتمنى، انه امر مهم جدا للرياضه طبعا للكره المصريه وخاصه جمهور النادي الاهلي. ده انت عارف عايز تنجح اي حدث دخل جمهور الاهلي اكيد، فالنادي جمهور الاهلي ده اتمنى ان شاء الله يبقى متواجد في المدرج زي ما كنا بنشوف ان شاء الله. هختتم معاك الحوار ده كابتن ياسر الدقائق القليله جدا المتبقيه بالحديث عن مباراه العوده. كان لك تجارب مع جيلك من نجوم النادي الاهلي مع فرق الشمال الافريقي او المغرب العربي في البطولات العربيه والافريقيه، شايف ازاي مباراه العوده امام وفاق سطيف بطبيعه وظروف المباريات دي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، الحمد لله يعني هي النتيجه بالنسبه لنا نتيجه، انا مش هقول لك يعني لازم اطمن جمهور النادي الاهلي واطمن الفرقه، الحمد لله 2-0 نتيجه بالنسبه لنا مرضيه، نتيجه كويسه جدا وكويس اللي هي انتهت بكده، علشان اذا كانت انتهت 3 اعتقد كانت الامور عندنا، ممكن كانت اللعيب يبقى يقول لك برده حتى لو قدر الله الشوط لو انتهى 1-0 فكانت الامور، لا بالعكس كانت ممكن تهرب مني انا كلاعب، لكن 2-0 لاعب النادي الاهلي هيبقى متمسك، هيبقى عاوز هو يحرز هدف هناك، وده اللي انا متوقع ان شاء الله باذن الله. المباراه صعبه على فرقه سطيف مش علينا احنا، على احنا كسبين 2-0، هو هيبقى مستعجل، عنده هيبقى نوع من نوع الصربعه في الاداء، هتلاقيه عاوز اول ما ينزل يحرز هدف، وده اعتقد مصدر كورتونا يخلي الاهلي هو اللي يتحكم في رتم المباراه بالظبط. فاحنا عندنا الخبرات ما شاء الله الافريقيه موجوده في وسط اللعيبه، وده اللي كنت انا بتكلم عليه في الجزئيه اللي هي كانت تفيد منتخب مصر، برده احنا عندنا لعيبه موجوده، في لعيبه الحمد لله الاصابات اللي موجوده الحمد لله اللعبة كلها موجوده دلوقتي، في باستثناء واحد او اثنين زي اغاي، بس الاصابه دي اصابه من بعيد يعني، اصابه دي اللي هتاخد وقت، لكن كل اللعيبه موجوده، اللعيبه عارفه اللي خلاص خطوه وتبقى في نهائي افريقيا، ودي حدث قوي جدا. لاعب منتخب لاعب النادي الاهلي بيبص كمان المباراه بالنسبه له مش بطوله افريقيا بس، هو بيبص على كاس عالم الانديه. مين في الاهلي اللي قادر يسد الفراغ الناتج عن غياب اجاي؟ لا في كتير، في عندنا اسلام محارب موجود، في وليد سليمان، في حمودي، فيه ناصر ماهر موجود لو هو يلعب تحت الفراوده الجزء، على فكره اكتر خط عندنا الحمد لله موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ اللي هي تحت الـ في الوسط المهاجم او الوسط موجود عندنا كم من لعيبه، وايا كان مين اللي بقى موجود الاهلي اللي ما حضر زي ما بنقول فعلا اي لاعب هيلعب في المباراه، المباراه بالنسبه له يعني انت عارف المباراه بالنسبه لنا احنا كلنا هنبقى مترقبين ليها قوي، خاصه مباراه مش سهله مع اللاعب النادي الاهلي. اتوقع الاهلي يبدا فنيا المباراه دي ازاي او الجهاز الفني يبدا باللعيبه طريقه اللعب يعني. هو احنا مش هنغير، احنا هنلعب 4-2-3-1 اعتقد كده، هنلعب باحمد فتحي، انا دي وجهه نظري، هنلعب باحمد فتحي، هيلعب بسعد سمير، هيلعب بكلوبالي، بايمن اشرف ناحيه الشمال، هيلعب بحسام عاشور والسوليه، هيلعب باسلام محارب، وليد سليمان، وبين ناصر ماهر ومؤمن او حمودي، بس حمود. اعتقد يعني الاقرب لها ناصر ماهر وازهر قدام قد ما انا كان نفسي مروان محسن، ما اعتقدش انا كان نفسي ابدا بصلاح محسن، انا كان نفسي ابدا بصلاح وازهر يعني اعتقد دي برضه هتدي الناحيه. هو احنا كده جاهزيه الثلاثه الحقيقه بتدي يعني وفره في الاختيار للجهاز الفني، لا سواء مروان او ازارو او صلاح محسن بيدي ده اختيارات او بدائل للجهاز. لا موجود احنا الحمد لله، عشان كده بقول لك احنا عندنا الاهلي ما شاء الله احنا عندنا كم من لعيبه، بس انا مش يعني عشان برضو ما حدش يفهمنا غلط، وجود اجمل اشرف انا بحطه على اساس يعني الماتشات الافريقيه الاخيره كان موجود فيها، مش تقلان في صبر رحيل، صبر رحيل كان برضو بقاله فتره ما بيلعبش ماتشات رسميه للعذر، فعشان كده هي كانت الجزئيه، لكن التشكيل الامثل اللي انا شايفه هو ده، واغلبيه الناس هتتفق معانا بنسبه، اللي ممكن يبقى التغيير اللي هو تحت الراس الحرب بس مين اللي يلعب، لكن التشكيل اعتقد مش هيتغير يعني. طيب المباراه بحسابات مستوى الاهلي ومشواره ومنحنى ادائه
في البطولة الأفريقية من بدايتها وحتى الآن. شايف شغل الجهاز الفني واللاعبين، هل المجموعة الموجودة حاليا محتاجة إضافات عليها، ولا شايف العناصر ووفرة العناصر كافي عشان نحقق هدفنا بالفوز بالبطولة إن شاء الله في الفترة الجاية والعودة للمشاركة بقوة كأس العالم الأمريكي؟ وما فيش شك النادي الأهلي على طول إحنا بنشوف إيه المراكز اللي هي ناقصة عندنا وبنحاول نجيبها أو تبقى موجودة في وسط النادي الأهلي. لكن انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله خطواته ماشيه ثابته سواء في افريقيا او في بطوله عربيه. ممكن يكون النتيجه اللي حصلت لنا في مباراه الاتحاد دي وارده في كره القدم، اللي انا اخسر مباراه او انا اخسر بطوله لا قدر الله ده وارده في كره القدم. لكن انا شايف الفتره اللي فاتت وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي اللعيبه عارفه كده وعارفه ان مسؤوليتهم بتبقى مسؤوليه كبيره جدا، ومسؤوليه لاعبي النادي الاهلي بتبقى الله يكون في عونه، سواء الضغط النفسي والعصبي عليه ليه، مطلوب منه مركز اول، مطلوب منه لازم ياخد بطوله، مطلوب منه حاجات كتير قوي، مطلوب لازم اداؤه يبقى كويس، ومطلوب نتيجه. فعشان كده احنا بنتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق، بنتمنى لهم ان شاء الله المباراه اللي جايه زي ما احنا بنقول لازم تفرحوا، مش الاهلي بس، تفرحوا جمهور مصر. والمباراه باذن الله ان شاء الله باذن الله تكون على المستوى المطلوب بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي ان شاء الله. بتنصح النجوم الجيل الحالي انهم يتصرفوا ازاي مع الضغط الجماهيري المتوقع والتوتر اللي بيبقى في المدرجات في مباريات الاهلي مع فرق الشمال الافريقي؟ هو مفيش شك حضرتك انت عارف فرق شمال افريقيا دي بيبقى الامور لو جبناهم بالترتيب كده الجزائر وتونس والمغرب كده بيبقى العصبيه وتبدا تنزل. لكن الفرق اللي هناك بتحب الكوره، اللعيبه اكيد عندنا اللعيبه عندها خبرات وموجودين كتير قوي، شريف اكرامي على ووليد واحمد فتحي وفي لعيبه كتير مش عايز انسى اسماء معينه، لكن عندهم درايه ازاي يتعاملوا مع الماتشات الافريقيه وخاصه بره. انت انا اعتقد اللي هم يتكلموا انت احنا كسبانين 2 لازم ننزل احنا الاهدى، مش الاهدى اللي احنا نبقى ريلاكس ما توترش ما تطلعش بتركيز من الجمهور، الجمهور مش هينزل كده يلعب معانا. الماتش بالنسبه لنا هم اللي هيبقى عندهم نوع من السربعه اللي هم عايزين مستعجل اللي هم يحاولوا يرجعوا او يحاولوا، فده احنا ممكن يعني انا اعتقد مستر كورتور ممكن يلعب على الهجمه المرتده اللي نقدر نستفاد منها وتبقى دي كويسه، هنقفل المساحات على فرقه الصيف الجزائري وفي نفس الوقت تلعب على الهجمه المرتده، والحمد لله عندنا السرعات موجوده مع النادي الاهلي. وكمان هقول لحضرتك على حاجه ان شاء الله الحمد لله، يعني مش بتكلم دي ثقه فينا احنا كاجيال في النادي الاهلي والجيل الموجود، طالما احنا وصلنا للسي فاينل والفاينل اعتقد الامور بتبقى صعب ان احنا نطلع من البطوله، يعني ممكن نطلع في الاول وما نوفاش، لكن وصلنا للمرحله دي صعب احنا نطلع ان شاء الله. لو وفقنا في المباراه القادمه 23 اكتوبر على ملعب وفاق سطيف الجزائري باذن الله نتاهل من خلال هذه المباراه، اجمالي طبعا نتيجه المباراتين، وباذن الله نطلع بنتيجه ايجابيه سواء يعني فوز او تعادل على اقل تقدير باذن الله. نواجه مين في النهائي توقعاتك كابتن ياسر، الترجي التونسي ولا اول اغسطس الكونغولي بعد فوز فريق الكونغو على الترجي 1-0 في المباراه الاولى؟ هو كده كده اعتقد انا اتفرجت على المباراه، اعتقد الترجي هو اللي هي يعني 1-0 في الكونغو هنا برده النتيجه مش بالنسبه له، لا الترجي يقدر يتوقع الترجي يعوض بس بس انا شايف الفتره الاخيره احنا مع فرق شمال افريقيا الحمد لله نتائجنا كويسه قوي، يعني اللي احنا لعبنا الترجي وكسبناه قبل كده، فبتبقى الحاجات دي على فكره بتبقى هتدخل فيها العامل النفسي، اللي احنا مباراه زي دي على فكره هو عنده الاحساس اللي هو ممكن يخسر من النادي الاهلي مره ثانيه، فعشان كده المباراه بالنسبه لنا نلعب مين احنا النادي الاهلي مشتقلان في الفرق، بس احنا طالما انا بوصل هلعب فاينل هلاعب فرقه الكونغو هلاعب فرقه الترجي ايا كان مين لاعبين، انا النادي الاهلي هو اللي يبقى عامل حسابه اللي هو يقول لك النادي الاهلي مش عايز اقابل النادي الاهلي في النهائي، هو دي المشكله بتقابل الفرق الثانيه، المشكله ما تقابلناش احنا فريق كبير ولينا باع سواء عربي ولا افريقي، فاحنا اي فرقه لكن توقعاتك ان شاء الله انه يكون الاهلي والترجي بنسبه كبيره ان شاء الله، واعتقد انك كمان كلاعب ونجم سابق في عالم كره القدم في النادي الاهلي ومنتخب مصر تتمناها هذا النهائي شايفه الافضل للبطولة. انا اتمنى ان احنا ناخد البطوله اكيد ايا كان ايوه ايا كان، لكن اعتقد انك بتتمنى على المستوى الفني انه يكون الاهلي والترجي نهائي مناسب هو مناسب لينا كمان وانا شايف الفتره الاخيره انا يعني قلت لك احنا على شمال افريقيا متفوقين الفتره الاخيره يعني، فبنتمنى ان شاء الله باذن الله واللي ربنا عامله لنا برضو ان شاء الله احنا راضيين بيه، هناخدها خطوه مش هنستبق الاحداث ان شاء الله كده. نعدي بس مباراتنا الجايه ونبدا نفكر في الحسابات الخاصه بمباراه النهائي ومين اللي هيخرج فائز في اجمالي المباراتين بين اول اغسطس الكونغولي والترجي التونسي، لكن ان شاء الله الاهلي يكون هو المؤكد انه يكون واحد من طرفي المباراه. امين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اسعدتنا بوجودك معانا كابتن ياسر ريان نجم منتخب مصر النادي الاهلي سابقا، وشكرا جزيلا لك. شكرا.
مشاهدينا نهاية هذا اللقاء والفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة في الأهلي الليلة. بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، بننتقل بعد لحظات للجزء الثاني والحوار الممتع إن شاء الله اللي هيجريه زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعته في الأهلي الليلة لكل الرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم، وهذا اللقاء واستضافته للكابتن مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا للزميل محمد الجندي زميل العزيز، شكرا كابتن ياسر ريان على الفقره الممتعه عن كره القدم واحداث عن كره القدم ولقاء وفاق ستيف. كلنا بنتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله فوزه بالسيمي فاينال والوصول الى الدور النهائي والتتويج ببطوله افريقيا لكره القدم باذن الله. باذن الله نخش في الالعاب او نخش في الاخبار للالعاب الاخرى، وفريق كره اليد سافر الى الكوت ديفوار لبطوله افريقيا للمشاركه في البطوله الافريقيه ابطال الدوري. البطوله دي بيشارك فيها من مصر الاهلي والزمالك. الاهلي طلع على المغرب ويرأس البعثة الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره، كابتن عاصم حماد والكابتن هاني النجدي انهوا كل استعدادات الفريق الى السفر الى المغرب. وفي نفس الوقت كابتن هاني النهارده خد الطياره وطالع على ساحل العاج عشان يحضر للفريق كل الترتيبات وكل الامكانيات للفريق النادي الاهلي، تذليل كل العقبات مع السفاره المصريه في ابيدجان عشان يقدر البعثه توصل في امان. ده أول خبر عندنا عن كرة اليد رجال. هنروح لكرة اليد سيدات وكابتن ياسر صلاح ومتابعته للتدريبات اليومية. كابتن ياسر صلاح كان في بطولة عربية كان هيلعبها سيدات الأهلي، لكن تم إلغاء البطولة أو تأجيل البطولة لأجل غير مسمى. كابتن ياسر صلاح بدأ يستعد، رفض أن يديهم راحة سلبية، بدأ يستعد قال استعدادات كويس جدا لماتشات الدوري، وبدأ يعمل تدريبات مرة أخرى صباحية ومسائية، وفي نفس الوقت بدأ يطلع بالحمل التدريبي لفرق السيدات هو زي ما احنا شايفين في الجيم في النادي. وعندهم مواجهة قوية إن شاء الله يوم 2 نوفمبر في بطولة الدوري. كل الفرق الأولى عندنا في النادي عندها ماتشات ومباريات مهمة وسفر بعثة فريق السلة لبطولة الحريري، بطولة مهمة جدا جدا بتقام في لبنان، بيرأس البعثة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، واستقبال تم استقبال البعثة عن طريق الأستاذ وائل السيسي ممثل السفارة المصرية في بيروت. الحاجة المهمة في السفرية دي ضم كابتن طارق الغنام والكابتن مودي الجرحي اللي كانوا خارج القائمة التصفيات الأفريقية اللي كانت أقيمت في تنزانيا تصفيات المنطقة الخامسة، إن النادي الأهلي فاز بها وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة أفريقيا. دايما الأهلي بطولات وإنجازات وفي كل حتة النادي الأهلي فرقه بتشرف النادي الأهلي. معانا فريق السباحة 55 سباح سافروا لبلغاريا حققوا 70 ميدالية، 70 ميدالية مع 55 سباح أكيد استفادوا استفادة منها كبيرة جدا. بيرأس البعثة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة اللي كان متواجد هناك ولسه هم متواجدين هناك، وإن شاء الله هيوصلوا لمصر على يوم الجمعة بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله هنستضيف الأبطال دي كلها عشان نشوف حققوا إزاي 70 ميدالية من أساس 55 لاعب. عندهم أسرع سباح وأسرع وأرقام وكسر أرقام كتيرة، عايزين نتعرف من كل ده. معانا الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من بلغاريا. كابتن إبراهيم مساء الخير. كابتن خالد ازي حضرتك، مساء الخير وعلى كل مشاهدينك الكرام. ربنا يخليك ومرتي على المقدمه الجميله دي، ويا رب دايما تبقى عند حسن ظن جمهور الاهلي، ودايما ولاد الاهلي بيرفعوا راسه وبيحققوا احسن نتائج في اي مشاركه هم بيشاركوها. كابتن ابراهيم، اللي احنا عارفينه ان النادي الاهلي خد المراكز الاولى، حصد تقريبا معظم المراكز الاولى في السباقات، 55 سباح بعثة 55 سباح بيحصدوا 70 ميدالية، حصل الإنجاز ده ازاي يا كابتن إبراهيم؟ بص هقول لحضرتك، هو طبعا المشاركات الخارجية دايما ما بيبقاش الغرض منها ان انا احصل على اكبر قدر او ان انا احصل على البطولة، قد ما بيبقى احتفال قوي استعداد لبطولاتك الداخلية، وخصوصا ان دي بطولة مؤهلة لبطولة العالم لحمامات السباحة الكورت او اللي هي مسافة 25 متر. فالبطولة طبعا تعتبر بطولة قوية جدا، في تقريبا كل الولاد محسنين في اوقاتهم وارقام سباقاتهم السابقة،
وده الغرض الرئيسي من عندنا. احنا قبل ما نسافر كان في جزء من الاولاد اشتركوا في بطوله الجمهوريه للمسافات الطويله، وان شاء الله بعد ما نرجع خلال 10 ايام هيشتركوا في بطوله الجمهوريه للمسافات الخطيره، ودي الهدف الرئيسي ليهم. هم عملوا نتائج مميزه جدا الحمد لله، حصلوا على العديد من الميداليات، 17 ميداليه ذهب للولاد و8 ميداليات ذهب للبنات، 9 فضه للولاد و11 فضه للبنات، البرونز 8 للولاد و6 للبنات، يعني الحمد لله نتائج مميزه جدا. السباح عمر عيسى حصل على ثاني افضل سباح في البطوله، السباحه ياسمين ممدوح حصلت على لقب ثالث احسن سباحه في البطوله، السباح الناشئ احمد سامح العجور حصل على افضل ناشئ في البطوله. ده بيبين لك الحمد لله ان في منافسه وفي اداء وفي تقدم في الارقام، ودي حاجه ممتازه ليهم وحاجه بتبقى احتكاك خارجي ممتاز. الهدف منه دايما ان هم يحتكوا بناس اقوى منهم وان هم يحسنوا في ارقامهم. كابتن ابراهيم، دائما ابدا السباحه تحطيم ارقام، في ارقام عرفت في ارقام اتحطمت في البطوله دي، حصل الكلام ده؟ في ارقام، يعني السباحه سامح عمل ارقام، عمل رقمين للبطوله، احنا لسه الارقام ودي ارقام مميزه جدا. عندنا اثنين سباحين ارقامهم اهلتهم لبطوله العالم. تمام. عبد الرحمن عدنان جايب 49 43% حره، وده رقم قوي جدا بالنسبه له. وعمر عيسى، عمر عيسى برضه تأهل لبطوله العالم. طبعا احنا بنقول ان الارقام دي مؤهله، لكن القرار النهائي لاتحاد السباحه بالاشتراك، ان هو اللي بيده قرار الاشتراك، لان ده بيبقى اشتراك من خلال منتخب مصر، فالقرار بيد الاتحاد. لكن ولادنا ارقامهم مؤهله، ارقامهم مؤهله للبطوله الحمد لله. في ناس كثيره، المهم ان هم حاطينوا ارقامهم جدا. في الارقام دي هنراجعها مع الاتحاد ان شاء الله لما نرجع، عشان نشوف ايه الارقام اللي اتحطمت من ارقام مصر في الشورت كورس. لان ارقام الشورت كورس عاده بتختلف على اللون كورس في السباقات، فاحنا دي هنراجعها مع الاتحاد، ودي ارقام معتمده في بطوله دوليه. لو في ارقام اتحطمت لمصر ان شاء الله باذن الله الاتحاد بيعترف باذن الله. كابتن ابراهيم، رايه بان سباح اديب، سباح كبير وعضو مجلس اداره، هنشوف حد زي احمد، زي خلف الله، علي خلف الله او احمد اكرم، رايك ايه؟ والله عندنا حاجات كتيره واولاد كتير مميزين جدا يا كابتن خالد، ومش عايز اقول ناس معينه، لكن عندنا احمد العجور، احمد سامح ممتاز جدا وخامه ممتازه، وان شاء الله يتم الاهتمام بيها. عندنا فريده ثروت، عندنا سباحين كثار قوي، وعندنا اولادنا مميزين جدا في خامات ممتازه تقدر تعادل. عبد الرحمن عدنان خامه ممتازه جدا، ولو خد اهتمام هيقدر ان شاء الله يبقى منافس قوي، لعلي خلف الله، وده اللي يخليهم هما الاثنين يتقدموا ان شاء الله. انت طبعا عارف حضرتك ان احنا مجلس الاداره بيعمل مشروع لاعداد البطل الاولمبي والاهتمام بالاولاد المميزين اللي ممكن يبقى ليهم شان في الاولمبيات اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله. طبعا دول حاطط اساميهم من المرشحين، هيبقى ليهم برامج مخصصه، والناس اللي مسؤوله عن البرنامج ده هيتم الاهتمام بيهم. اللي عايز اقوله برضو ان احنا عندنا السباحه سانتي من النادي الاهلي مشاركه حاليا في الاولمبياد، وهي عشان كده ما قدرتش تشارك معانا، فالنادي الاهلي مليء بالخامات الممتازه من ابنائه اللي ممكن ان شاء الله يكونوا مؤهلين، ودايما كلهم يبقى تنافس ما بينهم جامد باذن الله. كابتن ابراهيم الكفراوي، شكرا جزيلا والف الف مبروك، وان شاء الله السباحه في التقدم، وان شاء الله باذن الله يكون ولد او سباح او سباحه من ولاد النادي الاهلي يقف في منصه الاولمبياد في المرحله الجايه باذن الله. شكرا كابتن ابراهيم. دلوقتي بعد ما شفنا السباحه وانجازات السباحه، عندنا انجاز كبير، عندنا انجاز عالمي، لا انجاز اولمبي، يعني عندنا بطل في النادي الاهلي هو لاعب السكواش كابتن مصطفى عسل.
اللي حقق بطولة الناشئين وبطولة العالم وثم بطولة الأولمبيات الشباب. أنا عارف إن هي بره الأولمبيات لكن هي دخلت استعراضي وإن شاء الله هتخش في المرحلة الجاية بإذن الله تكون حاجة جوه الأولمبيات رسمية. بعد الفاصل هنتواصل مع كابتن مصطفى عسل اللي وصل لمصر لمدة 24 ساعة بينفرد قناة النادي الأهلي إن هي تجيبه وتتكلم معاه وتشوف أخبار الميدالية الذهبية إيه اللي عملها في الأرجنتين. فاصل وترجعوا لنا مرة تانية. مساء الخير عليكم، رجعت لنا مرة تانية مع ضيف عزيز، مع كابتن كبير، هو لسه صغير في السن 17 سنة لكن فعلا كبير في أرقام، كبير في إنجازات، كبير. أول مرة أقعد قدام بطل أولمبي بصراحة، وأول حوار ليا في حياتي مع بطل أولمبي. بطل أولمبي صغير شوية لكن هو إن شاء الله في المستقبل هيكون كبير. عملنا حوار مع كابتن مصطفى عسل من تقريبا شهر شهر ونص، وكان لسه كسبان بطولة العالم في الهند، وقال ان انا لسه قدامي طموح كبير كتير ان شاء الله احققه. كابتن مصطفى تقريبا متواجد معانا لكن هو جاي النهارده 24 ساعه، حب ان هو يكون ضيف عندنا، قلنا له لازم تكون متواجد عشان نعرف حقق الانجاز ده ازاي، وهنفضل متابعينه ان شاء الله لغايه ما يوافق باذن الله على منصه تتويج الميداليه الاولمبيه الاساسيه. كابتن مصطفى منورنا. منورك والله، انا يعني مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، و يعني انا جاي على قد دي وامشي على طول. على قدها. على طول. كابتن مصطفى منورنا بجد، وشرف كبير ان ميداليه اولمبيه. طبعا حاجه عظيمه، يعني ميداليه اولمبيه. انا عارف ان هي انتوا النهارده استعراضي في بطوله العالم الشباب، في بطوله الاولمبيات للشباب، لكن هتخش المره الجايه اولمبيات. قول لي كان شعورك ايه لما خدت الميداليه الاولمبيه دي؟ حلم صراحه، يعني انا حلم. انا ما كنتش مصدق. انا كنت في الارجنتين لما كنت عندي اربع بطولات هناك في يعني جنوب امريكا عامه، لما يعني كسبت بطولات وكده وبتاع، فقلت لا اكيد مش هاجي الارجنتين تاني، يعني مش هفهم المسافه دي كلها. قالوا لي لا انت جاي الارجنتين في اولمبياد. بس قلت لهم اولمبياد ايه؟ احنا ده سكوش عمرها ما دخلت ولا نعرف حاجه، يعني ده اولمبياد بس. فالحمد لله دخلت. فجينا تاني، رحنا، كانت حاجه عظيمه. يعني انا اشوف حتى كل اللعب كمان، انت سكوش محطوط في النص ما بين الكوره وما بين البادمنتون، ما بين حاجات كتير. قصدك ان انت ملعب الاسكواش موجود جوه القريه الاولمبيه؟ جوه القريه الاولمبيه. وموجود الريشه وموجود بينج بونج وموجود موجود كل حاجه. لما كسبت الميداليه دي ايه اللي حصل؟ احكي لنا هناك ايه اللي حصل اول ما كسبت، يعني وصلت الفاينل. كان عندك ماتشات صعبه في الاول لغايه ما وصلت؟ عندنا هي بتقسم جروبس. كويس. فالجروبس دي احنا انا بلعب مع كان بالظبط سبعه سبع لعيبه غيرك؟ سبع لعيبه. ثمانيه كلكم؟ ثمانيه. كويس. فبنقسمها جروبس في الاول، وبعد كده يعني هو في مثلا A و B و C و D. كويس. بعد كده الاثنين اللي بيكسبوا من هنا واللي بيكسبوا من هنا واللي بيكسبوا من هنا بيقابلوا بعض. كويس. بس فطبعا يعني لما كسبت ده حاجه يعني. قول لي يا مصطفى، وانت ماتش في ماتش وانت رايح كنت عارف انت هتكسب الميداليه دي؟ احساسك؟ ما كنتش متوقعها، يعني فاهم انت زي اللعبه برضو بنقول عليها استعراضي، فانت مش متوقع ان انت يجي لك حاجه زي كده يعني. فطبعا لا كانت حاجه كبيره يعني. حاجه كبيره. حاجه كبيره. اصعب ماتش ايه في البطوله؟ فاينل؟ ما كانش يعني. اكيد كان ماتش فاينل. كان في لا قبليه سيمي فاينل. ايه بقى؟ بس انا عندنا جروبس بقى، فالجروبس دي ما بتقسمش كفاينل وكده. هي بتقسم كعدد النقط. قصدك ان هي دوري؟ بالظبط كده. كان اصعب ماتش ايه في الدوري عندك؟ مع أول واحد. مين؟ اول واحد ده اللي هو الصدمه الكبيره بالنسبه لك؟ اللي هو لسه داخل ومش عارف حاجه وانت مش عارف النظام جديد والناس كلها عماله تتفرج ده يعني اول مره اشوف صراحه كل الجمهور ده، يعني هو الناس كلها ايه، هو حاططها في النص، فانت الناس كلها من اي حاسس الكل بيتفرج عليك. من اي ما بتخرج من اي لعبه الناس كلها بتيجي تتفرج، وهم كانوا عاملين سكرينز كمان. عاملين سكرينز اللي هي يعني بتضرب الكوره في مثلا نار بتطلع كام من سكرينز، يعني هي مش ملعب حيطه بس، مش ملعب ازاز. لا عاملينها انتراكتيف كورت كده. اول مره تشوف اول مره اشوف البتاع ده، وانا قلت مثلا اول ما اخش يعني لا يعني لما تضرب الكوره هتحس بزغلله. لا مفيش حاجه، مش حاجه خالص، حاجه تحفه. ده بالنسبه للجمهور مش بالنسبه لك؟ بالنسبه للجمهور ان هي تشوف الحاجات دي بس. انا مش مركز، انا مركز مع الكوره بس. فدي كانت حاجه تحفه. كنت قلقان وكنت مش عارف انت هتكسب؟ قلقان من كل ده؟
بصراحة أول مرة. بيسموك تايجر إزاي؟ لا 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 يعني ده جاية إزاي مع بعضيها يعني؟ لا لا عارف أنت؟ يعني كل اللعيبة بيقولوا تايجر تايجر تايجر، طب تايجر منين؟ قول لي بقى إزاي؟ ما ببينش فاهمني؟ لا ما ببينش إيه لازم أعرف، الاسم ده جه إزاي؟ جه من يعني أنا لما رحت الأرجنتين الحمد لله كنت بلعب مثلا كنت ببتدي من أدوار التمهيدية الأول في كواليفيكيشن وكده وبتاع، ف انت عشان تخش يعني تخش على المين درو، الناس اللي هي المين درو اللي هي سيدد من 1 ل 8 على البطوله لازم تلعب ماتشين. فبتلعب ماتشين بعد كده تخش لهم. فانا كنت بلعب لعبت ست ماتشات عشان اوصل للفاينل في اول بطوله، بعد كده سافرت بعديها بيوم واحد سافرت دوله حته تانية يعني لعبت ست ماتشات كمان، بعد كده لعبت ست ماتشات كمان، بعد كده لعبت ست ماتشات كمان، فلعبت يعني لعبت بتاع 12 لعبت حاجات كتير، لعبت حوالي 20 ماتش تقريبا. لا لا اكتر 20 ماتش في اقل يعني اقل من شهر. هل ده طبيعي في الاسكواش في لعبه سكواش 25 ماتش؟ بس يعني كله كان بيقول انت مجنون. بس بس انا كنت هقوم يعني خلاص، لقيت انا لسه ببعت احنا لسه بنشوف البطولات الاول ايه اللي هنخشها وكده. فبنشوف في الاول مثلا خش ايه خش ايه خش ايه كده، فلقيت دي قريبه من دي ودي قريبه من دي، فقلت دي ما العبهمش. رجعت طبعا عشان يعني اول ما رجعت سفريتي عشان اظبط جسمي تاني وعشان يعني كنت خلاص مش قادر اطعن اصلا من قدام. انت راجع امريكا تاني؟ خلاص راجع بعد بكره امريكا يعني جاي من الارجنتين مصر امريكا، رايح امريكا تعمل ايه قول لنا؟ بطوله، عندي بطوله رجال محترفين هناك ما شاء الله. ان شاء الله بحاول. رجال رجال انت تصنيفك ال 62 على العالم؟ 62 الحمد لله. رايح تحسن الترتيب؟ رايح احسن ترتيبه. ولا تكسب ولا تكسب البطوله؟ لا ان شاء الله لا اكسب طول اكسب طول ان شاء الله. لا رايح مصطفى بتكون عندك وانت بتلعب مع قامات في العالم اكيد فيهم رانكينج في العالم. البطوله دي فيها اكيد مصنفين ناس من جوه التوب 10، في واحد من جوه التوب 10 وبعد كده توب 15 وكده. بطوله قويه. انا بقى ما بحطش في دماغي الحاجات دي يعني. خلاص انا بلعب مع واحد عنده 26 27 سنه يعني ده وانا عنده خبره عنده خبره عنده كل حاجه، بس انا لو دخلت خايف منه هخسر بقى كده اقصى. روح النادي الاهلي بتبيعها دايما بتطلع. بص والله انا كنت في نادي تاني قبل يعني جزيرة في الجزيره بجد كنت بوصل فاينل يعني بوصل فاينل ما فيش استكفى. حاله استكفى بتحصل. حاله استكفى استكفى خلاص انا وصلت فاينل ده وصلت انا عايزه. ده في الجزيره؟ ده في الجزيره. الاهلي بقى؟ انا الاهلي لعبت فيه لعبت السيزون ده لعب فيه 8 16 لعب فيه 20 بطوله محليه انا 20 بطوله محليه وبريتش اوبن وبطوله عالم لعب بتاع 26 بطوله 26 بطوله 26 بطوله اخدتهم الحمد لله مع الاهلي. مع الاهلي انا مع السنه دي بس مع الاهلي الحمد لله بتاع 30 كاس ما شاء الله. طموح. لا لا هي حاجه يعني انا عارف المره اللي والله العظيم انا عارف شرس يعني ما بقولش كلام كده. انا فعلا بتيجي الفاينل كده تحس ان انت لسه لاعب اول ماتش خلاص اول ماتش بس تخش الفاينل لا تراجع ولا استسلام. لا ما فيش هكسب فان دايم شغال فان دايم في الماتشات. طب قول لي يا مصطفى ده موسم استثنائي ليك ولا مصطفى عسل هيكمل عادة؟ موسم بطوله انجلترا 17 سنه، بطوله الشباب تحت 19 سنه، بطوله العالم للشباب تحت 19 سنه، وميداليه اولمبيه في اولمبيات الشباب في الارجنتين. ثلاث ميداليات مهمه جدا بالنسبه لك والثلاثه مختلفين وما شاء الله رايح على بطوله الرجال. قولي ده موسم استثنائي ولا مصطفى عسل يقدر يكمل بالشكل ده في المرحله اللي جايه؟ لا ان شاء الله انا ناوي اكمل المرحله دي. اصل ده خلاص سكوش هتمشي فيه هتختار طريق فيه، فيعني في طبعا عندك عروض من امريكا وعندك سكولرشيب من حاجات كتير قوي. لا انا اخترت ان انا اكمل سكوش برغم كل الحاجات دي، فانا مركز فيه ان شاء الله. وان شاء الله على اخر السنه دي اخش اخر السنه دي اخش مثلا من توب 30 توب 20 عايز اخش يعني انا اخترت طريق لما رحت الارجنتين اخترت طريق ان انا خلاص اخش البطولات دي حاسس رانك ان شاء الله اكمل بقى يعني. ناوي تكمل ازاي في الاحتراف الخارجي؟ اعتقد انت عايز تسافر امريكا تشتغل يعني تعمل الاثنين تدرس وفي الاخر تلعب ولا ايه؟ مش عايز ولا مش عايز مصر مش عايز بقى. هتستمر في مصر؟ كل اللي يعني اغلب اللي بيروح امريكا المذاكره كتير كله يعني انت اخترت الرياضه خلاص
لكن اكيد هناخد شهاده. لا 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 اكيد هنا من مصر. يعني اكيد اكيد. انا عايز اقعد في مصر الصراحه، يعني عايز العب سكواش في مصر. انت عايز تعمل ده اللي عايز. انت تقدر تاخد تطلع بطولات من مصر، تطلع بطولات أطلع وفي نفس الوقت في الاخر تدرس وتخلص شهادتك وتاخد الاثنين مع بعض. ان هو هناك يعني بيحاوطوا عليك ان انت في الجامعه لا انت مش هينفع تلعب البطوله دي. مش هينفع تلعب البطوله دي. مش مناسبه لكده. لكن انت هنا لحد ما يعني كل الجامعات هنا هتساعدك. حاسس ان الشهرة بتعمل معاك اي مشكلة؟ لا. نجم كبير دلوقتي؟ لا مش لا ما السوشيال ميديا عامل لا. قول لي لا قول لي اكيد في حد بيعكسك على السوشيال ميديا صح ولا بلاش تضرب الناس؟ لا قول لي. لا 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 قول لي قول لي بجد والله يا كابتن مصطفى، يعني السوشيال ميديا بتعمل معاك حافز تحفيزي؟ حافز. محدش بيهبطك من السوشيال ميديا؟ بتحس ان حد ما باخد بروح للكلام بتروح يعني يعني بخش اشوف. بتخش تشوف؟ بخش اشوف حتى لو حد بيخبط فيك زي ما بيقولوا. بخش اشوف ولا حاجه؟ مستحيل ارد. مستحيل مستحيل يعني تشوف. اعتقد ده بيديك حافز يعني اكتر صح. لا برافو يعني عليك. انا في يعني جات لي فتره من فترات من سنتين مثلا كله كان بيحارب. ها كله كان بيحارب فيا. كله كله. وانت ايه؟ كله ببص على البتاع. ايه اصعب كومنت جالك في حياتك تقدر تقوله ولا صعب؟ اصعب اللي هو يعني قلت بص مصطفى عسل يبقى مصطفى عسل. ليه لما بتكسب بتكشر؟ بس ضايقك. ضايقك الموضوع يعني اعمل ايه؟ انا بضحك. انا والله العظيم على طول بضحك. بضحك بس بس ليه مصطفى مثلا لما بيتحسب عليه اي حاجه في الماتش بيكشر؟ ليه لما تحسب يعني مثلا تحسب عليك مثلا زي ستروك مثلا نقطه جزائيه مثلا ماشي الحكم اديها لك مثلا غلط قرار غلط طب هضحك تعمل ايه؟ هضحك الحكم يعني انا باخدها وبسكت وبروح على السيرف الناحيه الثانيه عادي خالص مش هي الاستروك اصعب حاجه عندكم لانها لعبه الحكم بيتحكم فيها. بالظبط مش اللعيبه حكم يعني ممكن 90% حكم لو عايز يخسرك يخسرك في الاستروك في كل في الماتش كله في الماتش كله عايز بقى يخسرك يخسرك ممكن يحسب عليك الماتش عادي. حسيت في مره ان في استروك جه ظلمك او حاجه؟ هتقولي كتير 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 بس يعني لازم تسايس الحكم ما تقدرش لازم يعني يعني لو حسب عليك لعبه في بونت مثلا نقول البونت الاخير البونت قبل الاخير في جيم يعني مش هقول لك في ماتش مثلا بتعمل ايه اللي بيحصل معايا مثلا انا دلوقتي حاليا يعني في البطولات اللي انا بعاني منها مشاكل في الرجال وكده ان هو اول ما بيعرف ان عندي 17 سنه ده يتجنن. ليه يتجنن؟ ليه يا مصطفى ليه في ايه؟ لا يتجنن. يتجنن عندي 17 سنه لا ده بيلعب واحد 27 سنه هو كده فيتجنن. لما يلاقيني بقى هادي خالص وما اتكلمش مثلا حاسب عليا كذا خلاص بقى بيهدى وممكن يجي معاك يجي معاك. انت شايف ان انت لما بتهدى مع الحكم بتسايسه زي ما بتقول بالظبط كده بيمشي معاك وتلاقيه لا ده محترم ده كذا ده هو بيكون عايز مثلا ان هو يعلمك مثلا حاجه عايز مثلا النهارده لا انا هعمل اكزامبل للولد ده مثلا للناس كلها. قول لي يا مصطفى دور الاسره معاك ايه؟ يعني في كل سفريات سفريات قاعد بره بيشتكوا مني بس مش قاعد جوه بيشتكوا منك بس يعني انا ما بتكلمش. طب انا ما بتكلمش يا جماعه والله عندي ماتشات يعني بس ما فيش طبعا موضوع البطولات والسفر يعني ديك شايف اللي هو انا كنت ارجنتين وبعد كده راجع وبعد كده راح امريكا موضوع صعب موضوع صعب كمان ان يعني ما فيش وقت كمان خالص مفيش وقت انت عندك اخوات؟ عندي اخ صغير اخ اصغر منك؟ بيعرف الاهلي برضه سكواش انت اللي لعبته؟ ايه لا هو حصل ايه؟ طب قول لي يعني دور الاسره ماما بابا بيعملوا ايه؟ ماما بتعمل ايه معاك؟ هم بيحاولوا يعني يوفروا كامل الوقت يعني الوقت كله يعني الخدمه كامله ان انت يتوفر عندك انت بس ماما اكتر من بابا؟ ها؟ ماما اكتر من بابا؟ بابا بيشتغل اكيد ما اقدرش اخبط فيهم بقى اخبط فيهم؟ طب خلينا ناخد التليفون ده عشان تعرف جايز لو خبطت فيهم. معانا على التليفون العقيد محمود عسل والد كابتن مصطفى. مساء الخير يا استاذ العقيد. يا فندم مساء الخير اخبارك ايه؟ بيقول لي بلاش اخبط اكيد انت سامعنا. رايك ايه؟ قول لي التعامل مع مصطفى ازاي في البيت وهو نجم كبير وفعلا نجم على الطريق وان شاء الله باذن الله في الاولمبياد الجايه نلاقيه ان شاء الله رافع علم مصر ورافع الميداليه الاولمبيه، تقول له ايه؟ والله يا فندم يعني هو فعلا من ساعه ما راح النادي الاهلي هي كانت بدايه الانطلاق بالنسبه له زي ما قال احنا في الجزيره
كان الموضوع ماشي معانا يعني اعتقد ما كانش لسه بروفيشنال خالص. الموضوع كله كان ماشي هوايه. كان بيوصل معانا الفاينل غريب جدا ما كانش عايز يلعب. طب ايه يا مصطفى يعني ده فاينل هتاخد البطوله. فالموضوع ما كانش حاسه. يعني هو مش حاسس احنا عايزين نقول ايه؟ ما قدرناش نوفر الحته دي فعلا من مصطفى. تمام. راح النادي الاهلي لا حاجه ثانيه خالص. يعني هو انا اعتقد كان كابتن محمود الخطيب في اول السنه كان في اجتماع عامله كان في مناسبه بطوله الاهلي وقعد يتكلم النادي الاهلي هو عنده نمره واحد من ما فيش عنده نمره اثنين. قال نمره اثنين ده وارد بقى يعني يحصل كبوه بنفوق منها لكن نمره واحد هو النادي الاهلي. قعد يكلمني هو بعديه قال لي فعلا كابتن محمود الخطيب مركز قوي في الحته دي. كلمه دي النادي الاهلي ما بيبصش غير على الموضوع ده. حطه قدامه وفعلا الموسم استثنائي تماما خالص اتغير الموضوع. بقى في الفاينل هيموت يعني بيبقى عندنا بطولتين في يوم واحد السنه دي كان حاجه يعني الحمد لله كانت جميله ما شاء الله. ان كل البطولات اللي اتعملت 17 و 19 كابتن ناصر الزهران دخلوا البطولتين في وقت واحد ما شاء الله يعني يخلص ال 17 ويخش على 19 ياخد دي اول وياخد دي عيد. بقول له طب كفايه يعني كنت على معارضه جامده جدا مع كابتن ناصر انا ولي امر برضه طبعا كنت خايف عليه بقول له كفايه مصطفى طيب فوت الماتش ده هتتعب مش هتقدر يا ابني تخش على الثاني ده مفيش فرق ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني في الفاينالات يحصل لك حاجه لا يا بابا سيبني انا هخلص اكسب ماتش. طب يا ابني انت ده في مره كان يعني ظروف ما اعرفش كان حاجه مش كويسه في الاوتيل او حاجه او غيره برد فاحنا كنا معاه في شرم الشيخ فبنقول له يا ابني خلاص سيب ماتش 17 فاينل 17 وراكز فاينل 19 صامم الاثنين لا هكسب ده وهكسب ده وفعلا معانا دي جدا بس هي الروح فعلا جت يعني مع روح نادي الاهلي فعلا القرعة الحمراء دي حاجه ثانيه خالص روح ثانيه خالص شكل ثاني خالص موضوع مختلف احنا ما قدرناش نوصله لكن النادي الاهلي عرف يوصله الحته دي كويس. طيب الحمد لله. عايزين بقى نعرف الجانب الثاني اللي هو مش باين لينا الجانب البيت بيعمل ايه في البيت مصطفى قول لي كده بره بقى الاسكواش خلاص يعني خلينا من جانب الاسكواش خلينا في الجانب بتاع البيت بيعمل ايه في البيت ما بيعملش حاجه لا هو ما بيعملش حاجه خالص يعني هو ممكن تعمل كل حاجه الله يكون في عونها يعني سايب لنا الاوضه وسايب لنا المواضيع الثانيه دي كلها احنا اللي عايشين فيها يعني بنعاني الموضوع كل حاجه. طب انت كمان اللي بتذاكر له؟ يرفع على مامته ويرفع على البيت لان هو فعلا الوقت مش ملكه. تمام. عارف ان هو راجع من الارجنتين النهارده انا عارف هيطلع بكره امريكا الصبح يكون في المطار يعني الوقت بتاعه فعلا ما بقاش ملكه وهو سنه ما بيعملوش سن خلاص السن 17 ده مش هو السن انت بتتعامل فيه هو سن راجل كبير بروفيشنال خلاص ما شاء الله طبعا فالموضوع احنا يعني كل معاملتنا اتغيرت فعلا في السنه دي كمان خالص اتغيرت تماما هو بقى راجل ما يقدرش دلوقتي احنا يعني نملي عليه حاجه الا في يعني لو احنا شفنا حاجه ما هياش يعني عايز تتظبط بس بننبهه بيها لكن خلاص هو ما شاء الله خد طريقه وربنا يوفقه. كلمة أخيرة من محمود بيه إلى ولي أمر النجم الكبير مصطفى عسل تقول له إيه على الهواء قدام الناس في المرحلة الجاية؟ أنا قلت له السنة اللي فاتت في حديقة بطولة العالم قلت له كان واخد خامس وكان زعلان جدا كان لسه ما يعني ما حطش رجله في النادي الأهلي قلت له مصطفى كتبت له على الفيس حتى ساعتها قلت له يعني خد التارجت بتاعك وحط الهدف قصاد عينك وربنا يوفقك نفس الكلام بقوله له انت عايز تعمل اي حاجه هتعملها انا عارف رابطك عامله ازاي والنادي الاهلي في ظهرك كابتن محمود الخطيب والمجلس كله يعني بصراحه انا ما شفتش اداره يعني حسيسه قوي انها تطلع بطل بالمنظر ده حتى من غير مقابل يعني السكواش برضه مش من ضمن اللعبات اللي بتشتهى انك تطلع منها استثمار فالنادي الاهلي عظيم 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 انه قدر او ان هو كده قوي انه يطلع بطل من غير ما يبقاش حاجه ماديه وراه هي ده الادارات الاحترافيه وربنا يوفقه ويوفق المجلس وانتوا اداره جميله وقناه جميله وان شاء الله دايما انتوا بتدوا لمصر كل حاجه كويسه وربنا يوفقكم ان شاء الله. محمود بيه شكرا جزيلا كنت معانا على التليفون بيشتكوا منك في البيت هنعمل ايه؟ تقول لماما ايه؟ دي اهم حاجه في الدنيا بصراحه. الله تقول لها ايه؟ ده بتعمل دور كبير 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 بتتعب معاك يا مصطفى؟ ده انا مش عارف ازاي هو يعني قالك ما بتعملش حاجه بابا قال ما بتعملش حاجه مش انا قال ما بتعملش يعني خالص هي دي حقيقه دي حقيقه صراحه ما مش اي حاجه يعني مش اي حاجه في البيت. عايزك تقول لها كلمه من قلبك انا عارف انت اكيد بتموت فيها دي حقيقه تقول لها ايه بعد الانجازات الكبيره اللي بتجيبها دي؟ لا صراحه بتعمل يعني انا يعني كدوري يعني انا كنت لو انا باخد دور اللي بتعمله لا موت. عايزك تقول لها هي حاجه تبص كده الكاميرا وهي شايفاك اكيد وتقول لها ايه بجد هي اغلى حاجه في حياتي الصراحه هي اغلى حاجه في حياتك
ربنا يخليها لك. ودايما هي الام بتشيل كل تعب الولاد كل تعب البيت، هي دي حقيقه. يعني برضو ولي الامر او الاب مش يعني انا برضو لا برضو لا لكن لا 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 صدقني اسمع كلامي مش عايز عايز اخش البيت النهارده صح كده كده هنتخانق لا 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 خالص لا ده قول لي اكتر قول لي يا مصطفى في المرحله اللي جايه ايه الطموح اللي عندك؟ كابتن ناصر زهران في حديث قريب قال ان شاء الله تخش من احسن 10 في العالم ان شاء الله. رايك ايه؟ ان شاء الله يعني عايز سهل صح؟ لا اي زق هي زق ازقها لك انا زقها تاني ازقها لك انا هي عايزه يعني زقها كمان ان شاء الله هي بس هتيجي بس هي عايزه خبره شويه شويه بس بس انا ان شاء الله يعني ناويها ان شاء الله. قول لي الاتحاد السكواش بيعمل معاك ايه؟ دور كبير دور كبير ايه الدور اللي بيعمله؟ لازم نبرزه قدام الناس يعني احب اشكرهم كلهم برس طبعا كان عاصم خليفه يعني وكل اعضاء مجلس الاداره وكابتن احمد مطعني برضو بيحاولوا يعملوا سكواش يعني بيحاولوا اللعبه طبعا انت زي ما انت شايف طبعا مش مشهوره في مصر للدرجه مشهورة والله بقت مشهوره بتشوف السوشيال ميديا بتاعتك عامله ايه؟ عارف شفت شو ماشي وجماهير وناس يعني الموضوع مختلف برضو بس مش اللي هي اقول لك مش كوره عمرها ما هتكون كوره بس خلينا نقولها الصراحه عمرنا ما هتكون كوره ان الكوره انت نفسك بتشجع كوره وانا بشجع كوره ده ده حاجه في العالم لكن اعتقد ان في سبوتات كويسه واعتقد ان قناه الاهلي عامله دور كويس مع نجوم مع طبعا طبعا ده هي يعني انا اقول لك الاهلي مش القنوات الثانيه ماشي بس انا بقول لك الرياضه هي بتبتدي هي بتبتدي بس مش يعني انت فاهم هقول انا فاهم بس هقول لك حاجه بصراحه ساعه ما كان كابتن احمد براده بيلعب كانت مصر كلها بتشجع السكواش مصطفى عسل ليه نهار اسود ليه مصطفى عسل هو اللي هيلم الناس حوالين مره ثانيه ايه رايك ده نفسي اعمل على الهوا صح ده انا نفسي اعمل نفسك تعمل ده نفسي اعمل ده هتعمل دي حقيقه اعتقد ان تقدر تعمل ده قول لي يا مصطفى لو ما كنتش بتلعب سكواش كنت ممكن تلعب ايه انا في البيت لا 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 اكيد بتشجع رياضه اكيد بتشجع كوره بحب الكوره جدا بتشجع مين بره مصر؟ بره مصر ريال مدريد ريال مدريد؟ اه لا كده مش هنكمل الحلقه خلاص خليها برشلونه طب قول لي بقى بتمثل لك ايه؟ ارفعها كده عايزك ترفعها للكاميرا ايوه هي كده جايه مكتوب عليها اسمك هي دي الشهاده او ال برواز بتاع ايه؟ يعني قول للناس انا شاركت في الاولمبيكس هي دي المشاركه بتاعتك مشاركه بس والميداليه وعلى صدرك دلوقتي حاسس بيها يعني دي حاجه غاليه جدا اغلى ميداليه عندك يعني نيكول ديفيد بطلت عالم في السكواش بطلت عالم 8 مرات قالت ان هي ممكن تسيب الاولمبيكس دي تسيب كل البطولات العالم دي كلها لمجرد ميداليه واحده بس عايز ميداليه واحده وتبطل بعدين طب مصطفى لازم اسالك السؤال مش التقليدي لكن سؤال مهم جدا لما بيكون البطولات غير رسميه بنكسب ولما بتكون بطولات رسميه بيبقى عندنا مشاكل. هل انت شايف ان السكواش هيقدر يحقق امل مصر في المرحله الجايه في طوكيو 2020 مثلا لما تخش الاولمبيكس او المرحله اللي بعديها في 24 في فرنسا 24 2024 نقدر نحقق ونقدر ان شاء الله هتصحى الجيل اللي موجود يعني حمد شرباجي علي فرج طارق مؤمن مروان شرباجي كريم سامي الناس دي كلها ده اجمد جيل في مصر انت شايف ان الجيل اللي انت فيه هو جيل قوي ده اجمد جيل في مصر اجمد جيل في أجمد مصر اجمد جيل في مصر وان شاء الله 2024 يعني الاولمبياد الميداليات دي كلها تكون ذهبيه يعني مصر انت شايف ان احنا مصر هتقدر تستحوذ على الكاميرا هتجيب لمصر ذات نفسها حاجات كتير عجباني روحك والحلقه بتخلص انا عايز اقعد معاك اكتر من كده الحلقه بتخلص خد بالك مهم قوي توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ جمهور ده يعني الصراحه في النادي وفي اي حته بيشجعك بزياده يعني من قلبه من قلبه من قلبه توصل لك ما عندهمش كده يعني ما فيش اي حقد ما فيش اي حاجه لا الجمهور صراحه بتوصل لك وانت يعني قبل الماتش او اي حاجه بيشجعوك ولما يكون مثلا في مثلا ايه النادي الاهلي النهارده انا بلعب او انا مثلا في لعيب تاني بيلعب كويس بتروح تشجع بكل اللي انت يعني بتشجع في الدوري مثلا نادي في الدوري صوت الجمهور بيهز الملاعب السكواش دي بيهز الملاعب السكواش لا احنا معروفين في النادي الاهلي كده انا بس انا خدت منك وعد ان مصطفى عسل
هيرجع جمهور مصر كله حوالين ملعب السكواش. هتجيبنا تاني الاهرام. نفسي على الاهرام ده. نفسي تلعب عند الاهرام زي احمد برادة. ان شاء الله هيتعمل السنه الجايه ان شاء الله. هتعمل تعمل ناوي ان شاء الله. قول لي مين مسك الاعلى. اسماء كتيره بره مصر. اسماء كتير. خلينا بره مصر. مصر خلينا بره مصر عشان مصر كتير. خلينا مصر. خلينا مصر. قول لي جان شيرخان ده اتفرجت عليه؟ ما لحقتوش. اتفرجت عليه يوتيوب. على اليوتيوب. على اليوتيوب حاجه مش طبيعيه. سلسة. اتفرجت عليه سلسة. لا مش كده. مش كده. سلس قوي. سلس. لخص السكواش. لخص السكواش. عايزك تقول لي كلمه اخيره. اوجه شكر بقى طبعا كابتن ناصر. ايوه. يعني الصراحه بيكلمني يعني مسافرين كتير وبيقول لي ماتشات وطبعا يعني مدور فظيع يعني. كابتن محمود عبد القادر وكابتن اسلام عادل وكابتن محمد ضفراوي وكل دول يعني الصراحه عاملين حاجه كبيره. وطبعا احب اوجه ده الشكر الكبير يعني مجلس الاداره بس كابتن محمود الخطيب. واحب اقول له يعني في كلمه بجد هو اللي بيقولها. أولا. دي اول سيزون خالص. لسه واخد بطوله عربيه دوليه لسه واخدها مع النادي الاهلي تمام. قالها رنت خلاص بقت بيت بحلم بيها يعني بجد. بقول الكلام ده بجد يعني. النادي الاهلي كان بيتكلم واحنا كنا في ملعب السكواش تحت. لا قاعدين تحت. كويس. النادي الاهلي كانت البطولات يعني بيتكلم على البطولات وقال لك احنا عندنا المركز الثاني اكنه الاخير. خلص الموضوع معاك. خلص المركز الثاني هو الاخير. مصطفى عم جايب النادي الاهلي. النادي الاهلي الاول ما شاء الله. اللي بيلعب في النادي الاهلي انا عايز اعرفكم بالظبط. قال لك انا اللي بيلعب في النادي الاهلي انا عايز اعرفكم ان ده نمره واحد. كابتن مصطفى بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مبسوط عارف. اللي كنت معايا النهارده وان شاء الله باذن الله هنتابعك وان شاء الله هتوصل لغايه الطموح اللي انت عايزه ونقف نجيب ميداليه اولمبيه لمصر باذن الله في الاولمبيات الجايه او اللي بعديها. شكرا كابتن مصطفى. شكرا. شكرا حضرتك. شكرا لكل جمهور النادي الاهلي. كنا سعداء النهارده. كان معانا كابتن ياسر ريان في الفقره الاولى واستاذ محمد الجندي وكان معانا كابتن مصطفى عسل. شكرا والى اللقاء.